يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا وكل جمهور الأهلي اللي بيتابعنا في البيت الكبير بره وجوه مصر. النهاردة عايزين نبدأ بتحية وتقدير الحقيقة المنتخب مصر لكرة اليد اللي خد تحدي كبير جدا أمام منتخب أو بطل العالم منتخب الدنمارك. كان تحدي رائع، كانت مباراة رائعة جدا، كانت ممكن تخلص لولا التحكيم. والتحكيم ده فيه كلام كتير قوي هنتكلم فيه، وهنتكلم عن المباراة دي وكواليسها وظلم التحكيم الحقيقة اللي بيتعرض له الأهلي في كل أو في الفترة الأخيرة تحديدا مع بداية الموسم. خلينا نقول قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، برحب بزميلي العزيز الكابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سلام. ازيك؟ زعلانه؟ طبعا كلنا زعلانين، لكن يعني زعلانه من امبارح وزعلانه من النهارده. لا ما تزعليش، يعني والله العظيم لا والله الدنيا ان شاء الله تكون حلقه جيده من البيت الكبير. برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في يوم جديد من ايام البيت الكبير. اكيد اكيد كلنا تابعنا مباراه كره اليد. منتخبنا ادى مباراه عظيمه. خلينا نتكلم، يعني مباراه من العيار الثقيل، بتحرج مش فريق متوسط او فريق من التوب، انت بتحرج بطل العالم لفترات كتيره جدا جدا في مباراه، وبتتعادل وبتعمل شوط اضافي اول وشوط اضافي تاني، وللاسف بتخرج بضربات الجزاء. يعني هنتكلم في الموضوع دوت بشكل مفصل، لكن خلينا اعرف حضراتكم النهارده فقراتنا ايه في البيت الكبير. ان شاء الله الفقره الاولى معانا ضيفنا الكابتن ناصر عباس. الكابتن ناصر عباس طبعا المحاضر الدولي الكبير والحكم السابق، عشان نتكلم على ملف التحكيم تاني، ونتكلم على الظلم اللي بيقع على النادي الاهلي. يمكن عندنا 9 اسابيع يمكن خسرنا اكتر من 6 نقاط، يعني عندنا حالات كتيره جدا جدا هنتكلم فيها. ايه موضوع الفار؟ ايه حكم الساحه؟ العلاقه ما بين حكم الساحه والفار؟ يعني خلينا يعني ناجل كلامنا مع الكابتن ناصر عباس، بالتفصيل ان شاء الله هنشوف يعني النادي الاهلي والظلم التحكيمي للنادي الاهلي خلال الاسابيع اللي فاتت. الفقره الثانيه ان شاء الله معانا الكابتن احمد نخله. الكابتن احمد نخله طبعا هيكلمنا على ملفات الساحه الرياضيه، وبنتكلم على اكيد مشوار الدوري، كمان الجزء التحكيمي، نتكلم على كاس العالم ان شاء الله الانديه للنادي الاهلي باذن الله. بعثته ان شاء الله يوم الجمعه تطير الى الدوحه لتشريف مصر باذن الله في الحفل او المحفل العالمي من خلال كاس العالم للانديه. الفقره الثالثه ان شاء الله اسهام هيكون معانا زميلنا العزيز يعني الاستاذ شريف فؤاد، طبعا المتحدث الرسمي للنادي الاهلي، هيكون معاه ضيف ايضا من العيار الثقيل الاستاذ جمال الزهيري. هيتكلم ده طبعا جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي باخبار اليوم، هيتكلم حديث طويل طبعا عن مجلس اداره النادي الاهلي، الطموحات، هيتكلم على كمان شهاده الايزو اللي حصل عليها النادي الاهلي، وهيكون ان شاء الله لقاء رائع مع الاستاذ جمال الزهيري. يعني ان شاء الله حلقه دسمه ان شاء الله باذن الله تكون يعني وتنال رضا حضراتكم باذن الله. قبل ما نتكلم عن الاهلي ومباراه امبارح، لازم نتكلم عن منتخب مصر لكره اليد اللي شرف النهارده اسم مصر. والحقيقه كانوا رجاله، بنتكلم عن مباراه انتهت من شويه، شرفونا. صحيح، يعني خسرنا من الدنمارك بركلات الترجيح بعد 20 دقيقة كمان، يعني بنتكلم يعني غير الشوطين الأساسيين، بس احنا منتخب بالحقيقة قوي جدا، ورجالتنا دول صحيح النهاردة كان في دموع، بس استطاعوا كتابة التاريخ وأحرجوا أفضل منتخب في العالم، وكنا أقرب للفوز صحيح في الشوط الرابع الإضافي. ولكن أنا على فكرة مش بسميه سوء توفيق، هو سوء كمان تحكيم. كان المفروض يخلص من الشوط تقريبا، كان في ضربات قبل رميات الترجيح، هما بيسموها رميه ترجيحيه، قبل رميات الترجيح ب3 ثواني، قبل المباراه ما تخلص ب3 ثواني كان ممكن الماتش يخلص بطريقه عادله. فالنهارده كانت مباراه كبيره لمنتخبنا، واعتقد انه القرعه كانت برضو ظالمه ان مصر والدنمارك يكونوا في طريق بعض، لأن مباراة النهاردة هي نهائي مبكر للبطولة لو فينا نقول. هارد لك لمنتخبنا، كلنا فخورين بيكو بأبطالنا، أبطال المنتخب، وإن شاء الله نعود لانتصارات. أنا بحيي طيار، أنا بحيي جدا جدا جدا، وإن شاء الله في طوكيو إن شاء الله نلعب أفضل ونكون متميزين. إحنا الحقيقة كنا متميزين، هنلعب على مركز من الخامس للثامن، ولكن اللي حصل في مباراة النهاردة شرف كبير لمصر،
شرف كبير قوي قوي. اكيد اكيد طبعا منتخبنا خسر امام منتخب بطل العالم يا جماعه، احنا بنتكلم يعني الاول مره بتختلط كده مشاعر الحزن والفخر والسعاده مع بعض. مشاعر الحزن ليه؟ مشاعر الحزن لاننا كنا قريبين جدا ويمكن كنا الاقرب بكتير جدا جدا من بطل العالم للوصول للمربع الذهبي. عملنا مباراة رائعة على المستوى التكتيكي، على مستوى الأداء الفني، على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، كنا الأفضل فعلا في طول المباراة. يعني لو اتكلمنا على شوطين أساسيين مع شوطين إضافيين، طبعا ضربات الجزاء زي كرة القدم يعني فيها توفيق فيها حظ كبير جدا، لكن انك تحرج بطل العالم لهذه الفترات. وخلي بالكم وانا بتكلم يعني كمان سمعت بعض الخبراء ان خلال السنين اللي فاتوا يمكن منتخب مصر المنتخب الوحيد اللي احرج منتخب الدنمارك بطل العالم بهذه الصورة، ودوت اكد لي الصورة اللي شفناها بعد المباراة وفرحة منتخب الدنمارك بالفوز قد ايه هو بطل العالم، لكن فرحة كبيرة جدا جدا يا سهام. وشفت المدرب واللعيبه قد ايه فرحانين. طبيعي عشان تعبتهم، هم كانوا مستسهلين الماتش، هم يعني هم طبعا يعني بطل العالم بيلعب مع منتخب مصر، بالتالي هو عندهم نوع من انواع التعالي شويه. لكن عايز اقول لك ان مشاعر الحزن ديت للناس، لان كانت فرصه كبيره جدا 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 ان احنا نعمل حاجه عالميه ونوصل لدور الاربعه، لكن كمان مشاعر السعاده ومشاعر الفخر. مشاعر الفخر اعتقد لكل المصريين. ليه؟ لان رجليتنا النهارده في الملعب طلعوا كل اللي عندهم. في بعض الاخطاء الصغيره وما زلنا يعني بيفرق عن العالميه شويه، السنه الصغيره الواحد والاثنين في المية، التفاصيل الصغيره اللي شفناها في المباراه، لكن على مستوى الاداء، على مستوى الفخر، على مستوى البطولة والرجولة والإصرار، أعتقد النهاردة منتخبنا بيقدم صورة رائعة. وأنا بقول من هنا من البيت الكبير تحية لكل فرد في منظومة كرة اليد المصرية. منظومة كرة اليد المصرية مش النهاردة بس بنتكلم على منظومة بقالها سنين بتشتغل بشكل أكتر من احترافي، بنتكلم على تحية لكل واحد في الجهاز الفني واتحاد الكرة لكرة اليد، كل من شارك في ان 100 مليون مصري بيتجمع امام شاشات التلفزيون وبينقل صوره رائعه من التحدي وصوره رائعه من الاخلاص وكمان من الانتماء لهذا البلد، فده شيء اكتر من رائع. اللي جاي ان شاء الله يا سهام يعني في جزء زعلان واحنا كلنا زعلانين لان احنا قريبين. كنت هقول كده عمرك اطول، كان الفاينل فور قريب منك جدا لحد اخر لحظه. صحيح. وده بس اللي ضايقني، يعني النهارده كانت الناس بتشجع فعلا بقلبها وكلنا بنقول يا رب، يعني ومن عندك يا رب على راي المعلق طبعا بتاعنا القدير خالد خيري طبعاً. فيعني قدر الله ما شاء فعل. النهارده شفت انت دكتور خالد عبد الغفار، يعني مش وزير النهارده، وزير التعليم العالي بتاعنا، كان واقف النهارده على اعصابه النهارده كلنا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كل مباريات اليد تقريبا دكتور خالد ما سابهاش. صحيح. فكنا انا كنت بشجع بالدموع النهارده والله العظيم. بس يعني خلي بالك، عايز اقول لك جزء كمان مهم يا سهام، ان خلينا نتكلم يعني احنا كمصريين عندنا مشاعر كبيره جدا وعندنا موشن كبير جدا. فبنزعل قوي ساعه يعني الهزيمه، مش هقول هزيمه لكن عدم التوفيق، وبنفرح قوي اوقات المكسب. فخلينا نتكلم بكل احترافيه، احنا هارد، لكن النهارده احنا كنا الافضل على المستوى الفني، كنا الافضل على المستوى التكتيكي، كنا نتمنى ان احنا نكون في المربع الذهبي، لكن احنا عندنا جيل رائع. كلنا نفتكر جيل 2001، احنا عندنا جيل اعتقد جيل مميز جدا جدا. خلي بالك يا سهام، منتخب مصر ما عملش فتره اعداد، يعني لعب طبعاً مباراتين. على الجانب الاخر منتخب الدنمارك كلها كانوا بيلعبوا لسه اليورو 2020، يعني رجليهم في الملعب. كل اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده اللي محترف في الدوري الالماني واللي بيلعبوا الشامبيونز ليج ولسه يعني رجليهم كمان في الملعب. فخلي بالكم منتخب عالم بهذه القوه، يعني بيلعب باستمرار، لعبته رجليها في الملعب، جاي بطوله بيلاعب منتخب مصر اللي لعب يا دوبك ماتشين مع اليابان في ظروف صعبه جدا. فكل ده يدينا صوره ان احنا عندنا جيل اكتر من رائع. بنقول لرجالاتنا ما تزعلوش، عملتوا اللي عليكم، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هي الفتره الاهم، ان احنا كمان نعمل جيل عظيم ان شاء الله. كاس العالم اللي جاي هيكون في السويد ان شاء الله، باذن الله نحقق نتيجه رائعه. ومباراة النهاردة ادت انطباع، استني بس ساعتين ثلاثة كده ما نشوف وسائل الاتصال حتى على المستوى العالمي. اكيد طبعا، اكيد هتتكلم طبعاً على منتخب مصر والدنمارك كمان اكيد هتكتب وهكده هتقول قد ايه المباراة كانت صعبة على فريقهم. والنهاردة انت عندك بطل الاحسن، احسن لاعب عندهم النهاردة لما بيحصل على طرد، طبعا ده كان معظم يعني الرميات اللي دخلها كانت ضربات جزاء، تقريبا كانت رميات جزاء.
انا شفت له 3-4 يعني، وبعدين اطرد كمان بتاعه، ما اعرفش يعني. ما اطردش من بدري ليه يعني، بس مش مشكله برضو، قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله. رئيس عبد الفتاح السيسي النهارده من شويه وجه رساله للعيبه بعد المباراه، قال فيها زي ما حضراتكم شايفين: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة، شكرا لكم. وطبعا يعني النهاردة طبعا ده نجاح، طبعا ده يعتبر تحقيق طبعا مكسب. وكمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي كان حريص جدا على انه يتابع المباراه اللي قبل دي، وكانت برضو مباراه رائعه جدا ومباراه قويه جدا امام سلوفينيا اللي احنا كنا يعني عاملين لها الف حساب وتعادلنا معاها صحيح، لكن برضو كانت مباراه قويه جدا. الاهلي نادي الاهلي الحقيقة بيتعرض لحملة كمان شرسة الموسم ده، مش مباراة ولا من اتنين الحقيقة بيقودها، احنا مش عارفين بيقودها مين الحقيقة، بس احنا عارفين انه اللي على رأس هذه المنظومة اللي بتقود اتحاد الكورة هو الكابتن احمد مجاهد. كابتن احمد مجاهد، اكيد حضرتك شفت بعينك امبارح الظلم التحكيم الغريب بين قوسين جدا اللي بيحصل للاهلي. وخلينا نتكلم في اخر حاجة، ضربة الجزاء الواضحة، الهدف الصحيح اللي كان له ولم يحتسب، وكل خبراء التحكيم اتكلموا عن الحالتين واكدوا ان الاهلي له ضرب الجزاء وهدف، ولكن الفار طبعا وطاقم التحكيم طبعا ولا كانهم شايفين حاجه. انا امبارح كتبت انه فعلا الفار شاهد ما شافش حاجه، ولا اللجنه الثلاثيه شافت حاجه. ده امر غريب جدا، مش عارفين احنا يعني، انا حاسه ان احنا من بدايه الموسم واحنا مستهدفين النادي الاهلي، اعتقد يعني ما اعرفش ده بس هي الصوره يعني، بس الصوره يعني بتتكلم يا كابتن يعني من امبارح يعني الصوره دي اولا ده هدف صحيح 100%، بتتكلم لان ما يعني حتى ما فيش اي اعتراض من بواليا، طالع بيلعب بالكره بدماغه وقعت من شريف حطها جول، دي جزئيه. الجزء اللي علامه الاستفهام لو في جدل كده طبيعي جدا يا كابتن جهاد انك تروح للفار، الراجل طالع بدماغه ما فيش اي احتكاك، الكره وقعت حطها جول، هدف 100% صح. خلاص لو في اي شك واللعيبه حاطه ده دورك انك، وكمان دور الفار يا جماعه تعالوا بصوا. السؤال اللي محيرنا وهعرضه على الكابتن ناصر عباس، هو ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش ورا مره للفار في حالات جدليه موجوده؟ طب احنا عاملين الفار ليه؟ ما عشان الحالات الجدليه، والله في حاله ضرب الجزاء عشان احنا نلغيه احسن يعني، عشان هو يتلغى معمول أحسن. ليه؟ لا عشان هو يتلغى، وليه الحكام معمول عشان يتلغى يعني، ومعمول عشان انت تعرقل مسيره الدوري الموسم ده بالذات. والغريب فعلا انه البعض يعني النهارده بيحاول انه يظهر انه الاخطاء دي التحكيميه على كل الفرق. الحقيقه انا مش بتكلم على الاهلي بس، النهارده الاهلي هو اكتر نادي بتعرض لظلم تحكيمي فج، وفي مشاهد كتيرة جدا بالصوت وبالصورة ومتصورة فيديو وصور بتؤكد ده، وهدف أيمن أشرف في البنك الأهلي أكبر دليل على ده. أخطاء مباراة يعني وادي دجلة، يعني الأهلي النهاردة يعني كان في ضربة جزاء صحيحة ولم تحتسب، 6 نقاط في الدوري بنتكلم في الدوري كلهم النهاردة بسبب أخطاء تحكيمية واضحة زي الشمس يا كابتن أحمد يا مجاهد. دي مباراة وادي دجلة برضو دي مباراة وادي دجلة اللي باينة جدا، ومش احنا بس هنا في قناة الأهلي اللي بنقول، احنا كمان الحكام على مستوى التحكيم كله في السيادة التحليلية بتقول كمان في واضح جدا جدا في شد من الإيد زي ما حضراتكم شايفين، في ده داخل منطقة الجزاء، ده ضربة جزاء يستحقها النادي الأهلي، ده تعتبر يعني نقطتين ضايعين، مباراة وادي دجلة تعادلنا فيها يبقى خسرنا كمان نقطتين، يعني أزمة كبيرة جدا جدا بيمر بيها التحكيم المصري. أكيد هنناقش ده بالتفصيل مع الكابتن ناصر عباس المحاضر والمراقب الدولي، بس خلينا أقول لك كمان إن إدارة النادي الأهلي النهاردة أرسلت خطاب تاني إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتطالب فيه بالتحقيق في 3-4 نقاط. نمرة 1، تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام اللي أهدرت حقوق المشروعة لفريق النادي الأهلي وتسببت في خسارة 6 نقاط في ظل 7 أسابيع أو 9 مباريات. اختيار كمان حكم مباراة النادي الأهلي وبيراميدز الأخيرة طبعا اللي اتغاضى فيها عن ضربة جزاء صحيحة ولغى هدف صحيح 100%، هو تقريبا هو نفس الحكم اللي أدار مباراة السابقه للفريقين مع الاهلي وبيراميدز في الكاس، وكان في برضو اخطاء فجاه في هذه المباراه، وبالتالي تعيين هذا الحكم برضو
احنا ما بنقولش هحكمه على مزاجنا، لكن في اخطاء حصلت قبل كده في نفس المباراه مع نفس الفريق، وهو نفسه يعني الكابتن جهاد جريشه نفسه اعترف بهذا الخطا بعد المباراه واعتذر كمان عنها. طيب انت جايبه كمان هذه المباراه بيحكمها، فده كمان نقطه يمكن النادي الاهلي لمح بيها او ارسلها من خلال خطابه النهارده. نمره ثلاثه يعني عدم تفعيل دور الحكم الفيديو او الفار في مباراه النادي الاهلي. مش معقول يا جماعه، مش معقول ان الفار ده معمول لمباراه النادي الاهلي مش موجود الفار. يعني المباراه اللي فاتت الكابتن جهاد جريشه الفار مش موجود، يعني لا. لو حد قال لك اه في تقنيه الفار موجوده في مصر هتقول لك طب الكابتن جهاد جريشه ما استخدمهاش ليه؟ ما بقولك الغيها يعني احسن. هو الموضوع صعب جدا. مش معنى مباراه الاهلي، يعني ليه مباراه الاهلي الحكم ما بيروحش يبص على الفار؟ يعني دي برضو نقطه خلاف كبيره جدا، ان شاء الله هنناقشها بالتفصيل مع الكابتن ناصر عباس باذن الله. طبعا تكمله لبيان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بيقول جاء ذلك بعد طبعا تكرار الرساله دي، طبعا بعد تكرار الاخطاء الفجه للحكام سواء حكام الساحه او في مباريات الاهلي الفار، وهي الاخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خساره الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام اداره النادي بمخاطبه اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري لتدارك هذه الأخطاء بعيدا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر، بداية من مباراة مصر المقصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا، وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي، ثم عدم احتساب 3 ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباريات وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. وطبعا كان آخر الأخطاء التحكيمية الفجة ما جرى، ده تكملة لبيان مجلس إدارة الأهلي لما جرى في مباراة أمس أمام بيراميدز بإلغاء الحكم هدفا صحيحا لمهاجم الفريق والتر بواليا بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف. محمد شريف اللي اتعور واتصاب وكان هيتصاب يعني ماشي. وكانت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية وتحقق العدالة للجميع. طبعا ده بيان، ده تاني بيان طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي. احنا النهاردة طبعا بيان شافي ووافي من مجلس الإدارة بيشرح كل الظلم اللي تعرض ليه النادي الأهلي مع بداية الموسم، مش مباراة امبارح بس، اللي النهاردة بيقول لك انتوا بتتكلموا على التحكيم، طب ما تشوف المباريات اللي لعبها الاهلي وشوف خسر نقاط قد ايه، واحنا نطلع هنا نقول معلش على التحكيم وشكرا على تخفيض العقوبه ومش عايزين ونؤازر حكامنا ومش عارف وفي الاخر يعني انا مش عارفه ده بيحصل لصالح مين؟ يعني هو طبعا بيحصل لصالح اي طرف. يعني كابتن احمد مجاهد عليك ان تتحمل مسؤوليه قراراتك واتخاذ مواقفك. هو طبعا خلينا نتكلم بكل امانه، احنا دايما بنقول ان حتى الجواب الثاني للنادي الاهلي كمان كان حريص على ان تكون العداله للجميع، لكن مجلس اداره النادي الاهلي وهنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي اكيد ما مش هنسيب حق نادينا، وهنتكلم وهنقول، والغلط بنقول عليه غلط، ولما بيكون في حاجه كمان سلبيات للنادي الاهلي او سلبيات فنيه للفريق كمان بنتكلم عليها. لكن الاهلي بيتجامل. لكن الاخطاء التحكيميه في الفتره الاخيره اعتقد كانت فجه بشكل اكتر، يعني شكل واضح جدا للعيان. وعلامه الاستفهام ما انا بالنسبه لي شخصيا مش فاهم ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش ل يعني الحالتين الجدليتين في هذه المباراه لتقنيه الفار واكن الفار مش موجود. فمجلس اداره النادي الاهلي تاني بيبعت جواب لحق النادي وانه يحفظ حق النادي، ولكن في المجمل اكيد كمان لمصلحه المسابقه زي ما اتكلمنا وتطبق العداله على الجميع ان شاء الله في المرحله اللي جايه. طيب نروح بقى لاستعداد فرقتنا ان شاء الله للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي خلاص اغلق ملف في مباراه بيراميدز وبدا طبعا استعداداته الجاده لخوض طبعا منافسات البطوله، والنهارده كان موسيماني حريص على تاني يعني كالعاده على عقد محاضره مع اللاعبين، بيتحدث مع اللاعبين طبعا
الامور الفنيه والامور النفسيه وبعض الملاحظات يمكن اللي شهدتها مباراه بيراميدز، كمان اتكلم بشكل صريح عن التحديات القادمه المرحله المقبله والتحديات في كاس العالم للانديه، وطبعا ان شاء الله هيكون بدايه مع مباراه الدحيل القطري. النهارده المران عوده أكرم توفيق بعد طبعا سلبية المسحة الطبية اللي خضع ليها مؤخرا، وزي ما احنا عارفين ان كان فريقنا طبعا عنده يمكن تحدي جديد، ولكن التحدي هذه المرة مع الكبار ان شاء الله، مع الكبار في او كبار العالم في المشاركة العالمية في كأس العالم للأندية، هو مونديال الأندية. بعثة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين بإذن الله هتطير الى قطر يوم الجمعه اللي جاي طبعا، وكنا عارفين هنا في البيت الكبير بعثتنا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله كل التوفيق. اكيد زعلانين شويه على نتيجه بيراميدز، لكن خلاص قفلنا الصفحه، بنبدا يعني نبدا نستعد بقى بشكل جدي وبشكل قوي، لان مباراه كمان مباراه الدحيل من الفرق القويه جدا جدا، ان شاء الله يوفق فيها النادي الاهلي باذن الله ويصعد لدور الاربعه ليحقق كمان انجاز يعني ان شاء الله يفوق كمان انجاز 2006 باذن الله. هي كده كانت مباراه بروفا، يعني لان اخر مباراه قبل طبعا سفرهم باذن الله للمشاركه في مونديال كاس العالم للانديه. محمد هاني طبعا زي ما انتم تابعتوا ماتش امبارح كان بيتعرض لاصابه، او تعرض لاصابه بالفعل وخرج بسببها من الماتش. النهارده هاني كان بيجري اشعه عشان نطمن على حالته، وبالفعل النهارده دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اكد ان الاشعه اثبتت اصابه اللاعب بشد خفيف في العضله الخلفيه، ده بيستلزم خضوعه لبرنامج تاهيلي هيبقى لمده 5 ايام قبل العوده ان شاء الله للتدريبات مره اخرى. والنهارده بيوضح انه حاله اللاعب جيده جدا، وهيكون متواجد في قائمه مباراه الدحيل القطري يوم 4 فبراير اللي جاي في افتتاحيه المشوار، مشوار الفريق المهم، المشوار العالمي في كاس العالم للانديه اللي بيقام خلال الفتره من 4 ل 11 فبراير اللي جاي. ان شاء الله كل اللعيبه يا رب تكون على مباراه. احنا بنبص للمباراه الاولى، مباراه الدحيل زي ما اقول لك مباراه كبيره، مباراه صعبه، ومحتاجين كل لعيب فيها هاني من اللعيبه المميزه، لكن كمان اعتقد احمد بيكم لما نزل في هذا المركز كمان ادى بشكل كويس، فان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون على قد المسؤوليه وتكون على قدر. ويعني عارفين طبعا يعني بيكم كمان عنده بيكم يعني لعيب مميز جدا على المستوى المهاري، وشفنا بيستخدم مهاراته يمكن في بعض الاحيان في مناطق خطر، لكن شفنا كمان مهاراته مع رمضان صبحي وعمل شكل جميل كوبري حلو كده من الكباري او الاشكال اللي بيحبها جماهير الكوره. احمد بيكم كل التوفيق ليه، لانه لعيب مميز جدا، واعتقد كمان يعني وجوده في هذا المركز كمان بيضيف للنادي الاهلي، من عنده 2 اعتقد على مستوى عالي جدا، وفي وقت من الاوقات كنا محتاجين، وانا كنت قلت محتاجين باك يمين، فعلا محتاجين باك يمين، لكن يعني لعيبتنا على قد المسؤوليه، ومباراه الدحيل ان شاء الله باذن الله مباراه صعبه مركزين فيها بشكل كويس قوي، باذن الله تكون هي السكه ان شاء الله للعبور للدور قبل النهائي. طيب نروح بقى لاثنين من نجوم النادي الاهلي المصابين، وليد سليمان وكريم نيدفيد، الثنائي استكملوا طبعا تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة. وليد زي ما احنا عارفين كان بيعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، تمزق في العضلة الخلفية، كريم نيدفيد كان بيعاني في إصابة من الركبة، وليد سليمان خد تدريبات قوية الحمد لله تحت إشراف طارق عبد العزيز ده أخصائي التأهيل في النادي الأهلي. كريم نيدفيد كان عمل جلسة في الجيم عقب تدريبات شوية بيجري حوالين الملعب في اطار استعداداته ان شاء الله للمرحله المقبله. كل يا رب ان شاء الله الشفاء السريع لوليد سليمان وكريم نيد يا رب. الله عايزين الله. بس نتكلم هنا عن الحاجات الايجابيه الحقيقه اللي بيعملها موسيماني النهارده المدير الفني للنادي الاهلي مع اللعيب، وهو الشغل على العامل وتحفيز العامل النفسي، وانك تحفز اللعيبه، وده واضح جدا من خلال تطور اداء عدد من اللعيبه بشكل كبير بعد طبعا التعاقد مع موسيماني النهارده. ده يعني بيحدث فارق كبير جدا مع اللعيبه. النهارده الموسيماني عمل جلسه مع بيكم، وكان بيتكلم مع بيكم في بعض الامور الفنيه الخاصه بتجهيزه هو كلاعب، وكمان قام برضه بتحفيزه كمان للفتره او المرحله اللي جايه المهمه للنادي الاهلي، وده بعد ما ظهر بيكم بالحقيقه بصوره رائعه جدا برضه في مباراه امبارح لازم ان احنا نشيد بيها امام بيراميدز، بعد طبعا ما شارك مكان محمد هاني اللي زي ما قلنا كان تعرض لاصابه.
زي ما بقول لك طبعا بيكم من اللعيبه المميزه جدا أوي. بيلعب باك يمين، بيلعب سيرد باك، بيلعب كمان في وسط الملعب كذا مركز، فان شاء الله كل التوفيق ليه. ودايما بنقول احنا سبورت لكل اللعيبه وخاصه اللعيب صغير باذن الله، يعني اضافه للنادي الاهلي بشكل كبير. في نقطه كمان مهمه جدا لازم نتكلم بيها في خصوص والتر بوايت، طبعا المهاجم المنتقل حديثا للنادي الاهلي بيتعرض لهجوم، يعني في جزء مبرر وجزء غير مبرر. اتكلمنا على الجزء طبعا الغير مبرر، ان طبعا يمكن والتر من اللعيبه كلنا اللي شفناها السنه اللي فاتت بتادي باداء اكتر من رائع مع الجونه، تاني هداف الدوري ب 13 هدف. اكيد اكيد محتاج فتره شويه، لازم نصبر عليها، لازم نتكلم محتاجين فتره شويه، محتاجين كمان هو محتاج هدف. ولو حضراتكم اكيد تابعتوا مباراه بيراميدز، حتى لما الكوره الاخيره اللي شريف طلعها ماسك الشبكه بيهزها، هو عنده نوع من عدم شويه نفسه يكسر الحته ديت، يكسر عدم التوفيق دوت، هز الشبكه كده. احنا على المستوى الفني احنا اعتقد بشكل كامل كل الجماهير النادي الاهلي ان واليا من اللعيبه المميزه فنيا، محتاج شويه بعض الوقت، محتاج شويه بعض التجانس، محتاج يفك دوت بهدف. واعتقد يا رب ان شاء الله هذا الهدف يكون في كاس العالم للانديه اللي هتدي له دفعه ويفكرنا بفلافيو. حضراتكم فاكرين طبعا فلافيو قد ايه كان بيعاني في الفترات الاولى، وكان مانويل جوزيه وجماهير النادي الاهلي كان عليه ضغوط كبيره جدا جدا، لكن مانويل جوزيه كان شايف فيه الهداف، مع الصبر عليه وصل لمرحله كبيره جدا واصبح من عظماء اهدافي النادي الاهلي على مر العصور. وقال نفس الكلام الموسيماني حرص كمان انه يتكلم معاه، يعني شايف ان هو بيتكلم معاه على المستوى النفسي زي ما انت اتكلمتي، مهم جدا انه يقف على رجله. موسيماني الناس بتتكلم كان المفروض يبدا بمحمد شريف دايما وهو ينزل بالي على اساس ما يكونش في ضغط عصبي عليه، كل ديت امور فنيه، لكن النهارده كانت جلسه اعتقد مهمه جدا جدا لوالتر بجانب النواحي الفنية، أكيد النواحي النفسية بتفرق مع اللعيب. يعني امبارح تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي كانت الحقيقة مميزة جدا، مظبوط، وفي عنده كده كذا تصريح يعني كان لافت للنظر، بس فيما يتعلق ببواليا قال لك ده ناقصه جون. صحيح، قال لك ناقصه جون، عايز يجيب هي اللي هي الفتحه بتاعت ربنا دي، يعني ربنا يفتحها عليه ان شاء الله يا بواليا. واحنا كلنا ثقه فيه، يعني طالما خلاص النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي او لجنه التعاقدات في النادي الاهلي قررت ان هي تتعاقد مع لاعب ايا كان مين، هي كده عينيها على ممكن يعني مش اي حد يقدر يشوفه. واحنا جماهير النادي الاهلي وانت كمان بتدعم طبعاً. وانت جماهير النادي دايما نقول جماهير النادي الاهلي هي الداعم والسند الحقيقي. النهارده الاتحاد المصري لكره القدم بيتقدم بطلب ترشيح للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عشان يستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي 2021. النهارده الاتحاد المصري لكره القدم بيتقدم بهذا الترشيح عشان يستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه للشباب تحت 20 سنه المقرر اقامتها ل 20 السنه اللي بعد اللي جايه 2023، دي اللي بتؤهل لكاس العالم للشباب المقرر اقامتها في اندونيسيا في العام نفسه. من المنتظر طبعا ان مواليد 2003 منتخب مصر 2003 هو اللي يمثلنا في هذه البطولة. من المقرر كمان انه الاتحاد المصري يعني هنا بيستكمل بقى شروط الترشيح، في مقدمتها اكيد الموافقات الحكومية في حالة الموافقة موافقة كاف على طلب الترشح. طبعا يعني ده كمان خلي بالك ده من التحديات اللي داخل عليها كمان الاتحاد المصري ومصر، واعتقد بطولة تقدر. كاس العالم لكرة اليد ديت اعتقد بتدي رسالة للعالم كله ان احنا قادرين على تنظيم اي بطولة في اي وقت من خلال القاعدة السياسية، من خلال الحكومة، من خلال كل الجهات اللي بتشتغل لي طبعا اولا لرفع اسم مصر على مستوى التنظيم وكمان على المستوى الفني. فده وانت نجحت يعني بنسبة كبيرة جدا يعني طبعا في تنظيم طبعا والاداء، بس الصوره بتكلم على الصوره طبعاً والمنظر النهارده اللي طلع عليه بطوله كاس العالم لكرة اليد فده بيدل طبعا على ان مصر تقدر أكيد. اكيد باذن الله. كمان اكد احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم على وقوف الاتحاد المصري
مع الجهات المعنية كافة، خلف طبعا المهندس هاني بوريدة. عارفين ان المهندس هاني بوريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا، اللي تقدم خلاص بترشيحه لهذا المنصب المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي كمان. ويعني عارفين طبعا الاتحاد المصري بيقف جنب اي مرشح. الباشمهندس هاني بوريدة من الشخصيات العظيمه اللي افادت كتير جدا جدا منتخب مصر ومصر من خلال تواجده في الاتحاد الدولي. كمان اضاف احمد مجاهد ان الاتحاد المصري لن يدخر جهدا او مجهود في الوقوف بجانب المهندس هاني بوريدة والفوز بهذه المعركه الشرسه اللي هيخوضها ان شاء الله مرشح المصري هاني بوريدة بحجم ومكانه هذا الشخص. داعيا الجميع باتخاذ طبعا الموقف نفسه باعتبار طبعا المردود العام لوجود شخصيه هامه زي مهندس هاني بوريدة في هذا المنصب العالمي على مستوى الكاف وعلى مستوى الاتحاد الدولي. ده اكيد مصلحه للجميع على مستوى الكره المصريه. واحنا عارفين ان يمكن ترشح 17 مرشح في الانتخابات الافريقيه المقبله المزمع طبعا اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب. طبعا المهندس هاني بوريدة ليه كل الدعم وكل السبورت وكل يعني يعني هقول من الشخصيات اللي انا على المستوى الشخصي اتعاملت معاها. بعض الناس تقول لكن انا على المستوى الشخصي اتعاملت معاها على مستوى المنتخبات على مستوى الاتحاد الدولي. اعتقد شخصيه عظيمه جديره بالمسانده، لان في الاخر هو مصري ولازم يكون في عنصر مصري. ويمكن افكركم ان احنا غياب العنصر المصري شويه في الاتحاد الافريقي قد ايه عانينا منه على مستوى المنتخبات على مستوى الانديه. عنصر مصري مهم جدا بقيمه هاني بوريدة في الاتحاد الافريقي وكمان في الاتحاد الدولي للفيفا، ده مهم جدا جدا للكره المصريه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، فقراتنا الاولى في البيت الكبير يمكن مع ملف يمكن مش هنفتحه دلوقتي لكن مفتوح من فترات طويله جدا وكنا بنناقشه هنا في البيت الكبير بشكل موسع، لكن يمكن الاسابيع الاخيره يمكن كان زاد شويه هذا الانتقاد على هذا الملف، وملف التحكيم وملف الفار والعلاقه ما بين حكم الفار وحكم الساحه، كل ده في خلال الاسابيع اللي فاتت. يمكن خاصه مع احنا بنتكلم على نادينا النادي الاهلي فقد عدد كبير من النقاط، اعتقد 6 نقاط يمكن لسه في احنا في الاسبوع التاسع. علشان نحلل دوت ونشوف ايه الاسباب ونشوف ايه الحلول، معانا الحكم الدولي والمحاضر الدولي طبعا الحكم كابتن ناصر عباس. ده طبعا مشرفنا النهارده في البيت الكبير عشان نناقشه بكل امانه وبكل صراحه التحكيم المصري رايح لفين. كابتن برحب بحضرتك وجودك معانا في البيت الكبير، والتحكيم رايح بينا على فين يا كابتن؟ طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك طبعا وتحياتي لكل النادي الاهلي الجميل. كابتن هاني، في البدايه خلينا نقول حاجه مهمه جدا. كره القدم نادي كره القدم بقت كره قدم حديثه، المفترض بقى فيها سرعه، بقى فيها خطط، بقى فيها لياقه بدنيه عاليه. المفترض انا كتحكيم اواكب كره القدم الحديثه. تمام، دي مفيش فيها هزار. تمام، انا النهارده كلجنة الحكام مش بس عندنا في الاتحاد المصري، في كل الاتحادات الاهليه والاتحادات القاريه لابد انك انت تطور ادائك التحكيمي بما يتواكب مع كره القدم النهارده الحديثه. النهارده فيها كل حاجه، سواء كان في خطط وجري وحاجات دي كتيره جدا. ده اللي احنا بنتكلم فيه في البدايه. لو انا ما طورتش نفسي النهارده كلجنة الحكام وكحكام وما اشتغلتش على نفسي كويس قوي قوي قوي، اعتقد انا هتاخر عن الاتحادات الاخرى. فنيجي نتكلم على عنصر مهم جدا جدا. نتكلم الاول على الحكام. يا كابتن هاني، خلي بالك الحكام، انا بقول لهم كلهم اخواتي، انت النهارده بتلعب في ظروف مفيش اروع من هذه الظروف. صحيح. مفيش جمهور النهارده، كمان عندك الفار يا كابتن، عندك الفار بيساعدك، يعني تلعب وانت مطمن، ما انتش عندك ضغط سواء من الجمهور سواء كان من اللاعبين، لانك انت لما بيبقى في خطا عندك بترجع لتقنيه الفار. اذا انت المفروض تشتغل على نفسك كويس، المفروض تتمرن كويس قوي قوي. حتى كابتن هاني في حاجه مهمه النهارده، ما بقتش الدنيا مقفوله زي الاول. يعني انت النهارده ممكن من خلال الانترنت او من خلال التكنولوجيا تجيب البرامج تتمرن، تجيب الجديد كل ما هو جديد في القانون وفي فهم القانون، تجيب الماتيريال ممكن انت كحكم لو انت حابب تشتغل. ولكن انا شايف نمره واحد لابد ان احنا كنادي الحكام نبتدي نطور اداء حكامنا. كمان الحكام لهم دور، كابتن ايمن، كابتن هاني، الحكام لهم دور كبير جدا جدا. النهارده الحكم بينزل مكسل، بينزل يعتمد على الفار. ما كناش كده ابدا ابدا، يعني زي ما قلنا المفروض انت كحكم
لابد تخاف على نفسك في البدايه وتبتدي تشتغل بشكل اسرع. طيب حضرتك بتتكلم في نقطه يعني بصفه عامه ويمكن كلام حضرتك دوت مش من دلوقتي انت بتتكلم الكلام ده يمكن من فترات طويله جدا. تمام. ان الحكم يشتغل على نفسه وان احنا عنصر القوه والسرعه متواجد زي ما بنطالبه في اللعيبه لازم يكون متواجد في الحكم شخصيه. تمام. الحكم لكن طبعا. الفترات الاخيره وتعالى نمسك اخر مباراه. تمام. يعني خلينا نتكلم كده عن يمكن الاخطاء التحكيميه في مباراه النادي الاهلي بقت كتيره جدا وبقت حتى بالنسبه لي انا لعيب كوره ومش فاهمها. يعني المباراه اللي فاتت قيمتها ازاي على الاداء التحكيمي العام للكابتن جهاد جريشه وبالنسبه للحالات الجدليه الموجوده فيها؟ كابتن هاني وانت كنت لاعب كوره كبير جدا وانت بتحس لما بيكون انت ليك مخالفه ليك هدف ما تحسبش ليك جزاء ما تحسبتش وبتطلع تتعادل بتختلف لو انت طالع كسبان. طيب. لو انت طالع كسبان الخطا ما بيبقاش مؤثر قوي. مظبوط. ولكن هنين نروح لمباراه امبارح ان الاخطاء التحكيميه امبارح اثرت في نتيجه المباراه. وده الحكم احيانا بيبقى حظه وحش جدا ان هو يبقى في خطا مثلا لفريق ما والفريق ده اتغلب او تعادل. لو احنا رحنا مباراه امبارح احنا عندنا نمره واحد هدف تم الغائه وانا هتكلم فيه في تفاصيله. عندنا ركله جزاء لم تحتسب. ركله جزاء كابتن هاني يعني ما فيش اختلاف فيها. يعني ركله جزاء واضحه شديد الوضوح صريحه يعني صحيحه 100% يعني اسهل ركله جزاء. انا امبارح حتى بقيت انا قلت لا في حاجه يعني في حاجه مش طبيعيه طبيعي يعني في طبيعي. حاجه مش طبيعيه صح. فلما انا جبت الحاله بتاعه ركله جزاء يعني قلنا دايما للحكم لابد انك انت تستشعر ان هناك مهاجم ومدافع داخل الصندوق لابد انك انت تتحرك وتروح تفتح زاويه وتشوف عشان تشوف التفاصيل. مظبوط. اوكي ماشي حضرتك يعني اتاخرت سنه وكان المسافه ما بين تمركزك والحدث تقريبا 30 25 متر كتير بعيد. شفت التفاصيل بالظبط وبناء عليه انت اديت ركله ركنيه. لو احنا رحنا للحاله هنا لا دي كمان ده وادي دجله كمان خلينا نروح بس لو احنا هنروح لحاله كده عشان كمان يعني يبقى كلامنا كله كابتن هاني. طب هاتوا لنا الحاله بس بتاعت امبارح الاول وبعدين هنرجع لوادي دجله. دي دلالات ونقول كمان دي ثقافه للتحكيم وللحكام وللجمهور. تتكلم يعني على بوزيشن الحكم. الحكم بوزيشن النهارده يعني خلينا نتكلم في مهاجم النهارده انت كنت بسم الله ما شاء الله يعني بتلعب سنتر هاف باك حاجه عاليه وبتتوقع وبتروح وتغطي البوزيشن مهم طبعا جدا وبتاخد الارتقاء وكده. انت نفس الحكم نفس الشيء النهارده. انا لما استشعر النهارده حاله داخل الصندوق وانا ابعد عنها 20 او 25 متر طبعا هروح هقف هنا بس كابتن اقف هنا بس هرجع أيوه. بس هرجع كابتن هنا كابتن هاني الحاله دي مهمه جدا جدا كابتن هاني ودي حاله تعليميه للحكام من فضلك لو سمحت. لا نجيب اللايف من اول خالص. لا هات اللقطه اللايف من اول خالص من اول خالص من اول خالص يا من اللقطه اللي انا بقول دايما أيوة دايما انا هنا اتفضل. ستوب هنا هتتعمل باص كابتن هاني ماشي. هتروح في داخل الصندوق مظبوط. حتى انت كابتن لو انت عملت اقصى سرعه عندك تقريبا مش هتبقى موجود في الحادث. يعني انت بتتكلم انت المسافه بتقيس. دلوقتي الكابتن جهاد جريشه ما بينه وما بين الكوره لغايه ما وصلت مواصل جوه ال 18 كان هيبقى فيه تقريبا 25 متر 25 متر على الاقل كابتن 25 متر في حاله تحكيميه صعبه محتاجه التفاصيل ولو انت حتى ما تقدرش تجيب التفاصيل بتاعتها. انا معاك. طيب ربنا كرم وعندنا الفار هنروح للحاله نشوف هنا كابتن هنا حتى كمان هو اقول لك اللي حصل من هنا من هنا والمسافه زي ما حضرتك اوريدي الصوره مش موجود الحكم فيها طيب. هو على الاقل على بعد انت بتتكلم في 35 40 انا هتكلم لحكامي يا جماعه يا حكامي يا اخواتي يا محترمين واحنا بنقول الكلام ده في المحاضرات دايما من فضلك انا هنا انت مش موجود انت خدت قرار على اي اساس؟ بالظبط انت سعادتك خدت قرار على اي اساس؟ طب انت شفت ازاي التفاصيل ديت؟ شفت ازاي ان المدافع هو اللي نجح واديت ركنيه؟ اولا المدافع ما لعبش الكره خالص يا كابتن هاني في اللعبه طبعا طب انت حضرتك اديت ركنيه على اي اساس بس يعني هو دلوقتي لو قسنا المسافه لو يعني المسافه ما تقلش عن انت بتتكلم في 25 متر بالظبط كده ده لسه هتروح كمان لسه كمان الباص هنروح للباص هو يمكن هيختفي من هنا من النقطه ديت ونلاقي نفس المسافه كابتن هاني اللي انا اتكلمت فيها 25 30 متر اذا انت فقدت التمركز فقدت القرب فقدت التفاصيل مش مشكله طب انا عندي هنا بص هنشوف هنا كابتن في اللقطه ديت مهمه جدا بص يا كابتن انا هنا ستوب بس انا عندي ثلاث حاجات في اللعبه دي كابتن هاني وانت كنت حضرتك بتلعب مدافع اتفضل كونك انت تعمل المهاجمه ديت بيبقى في ريسك عليك انت كمهاجم كمدافع طبعا حاجه من الاثنين لو انت نجحت في لعب الكره دي بالشكل ده صعب جدا ان انا اخد الكره وهي في حوزه المهاجم مظبوط وهو كمان الكره بعيده عن رجل اليمين يبقى انا النهارده عشان اخد الكره دي بعمل تاكلينج من بره تسمح لي اشرح لك كمدافع اتفضل انا لا انا لو مدافع ارجع بس الصوره ارجع بس السنه ارجع السنه سنه سنه كمان انا الطبيعي جدا ارجع كمان 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 سنه كمان سنه ايوه بس هنا انا طبيعي لو مدافع وعايز اخد الكره انا مش هعمل التاكلينج هنا انا هحاول امد رجليا
واعمل اخد الكره من قدام المهاجم خطوه وتعمل تاكلنج بالظبط يعني هسبق بخطوه شويه واعمل التاكلنج من قدام لكن لو خدت الخطوه ديت انا عارف متاكد ان انا مش هاخد الكوره هو ده اللي حصل انا كمان كحكم لازم يكون عندي موهبه كابتن هاني لازم اكون انا لعبت كوره كمان ولازم كمان انا قلت ايه هذه الحاله من الحالات ان يعني محتاجه ازاي انك انت تبحث عنها هنروح للحاله دي كابتن انا هنا بنقول المدافع لم ينجح في لعب الكوره ابدا يعني هنا المدافع عمل ريسك وراح يلعب ما لعبش الكوره ولعب رجل اللاعب طيب البعض ساعات ممكن يقول لك الله ده المهاجم حط رجليه لا هات الحاله ثانيه بعد اذنك المهاجم هنا ممكن انا احط رجلي امنع المدافع بالزبط. من ان يوصل الكوره هجيب في الاعاده محمد شريف هنا كابتن عمل ايه رجلي راحت في نفس الاتجاه ما راحتش ناحيه المدافع اطلاقا بص كابتن هنا انا رجلي الشمال ما منعتش المدافع من ان هو يلعب بالعكس انا رجلي الشمال هي نازله على الارض وثابته يعني لو قلنا النهارده لو محمد شريف عمل حركه اضافيه ودى رجله في اتجاه اللاعب منعه من ان هو يروح للكوره طب انا هفضل معاك لو هاخد بالده ولو محمد شريف عمل كده ده في مهاجمين بتعمل كده عشان وبتاخد ضربة على كورته ويبقى ضربة جزاء بالظبط صحيحه ما انا برافو عليك برافو عليك حط رجلي لو المدافع حط رجله خلاص ما هي ضربة جزاء هقول ومعاك لان البعض يقول لك اصل ممكن رجليه تروح تمنع المدافع لا انا النهارده انا صح. عندي القدره على ان انا اعمل احوط على كورتي تمام وبحاول اقول بدون ان انا ما ابتكب مخالفه طبعا. انا هنا هروح للعبه دي يا كابتن دي لعبه برضك من الالعاب اللي انا قعدت كده يعني قعدت بيني ونفسي انا وكنت يعني حاصل لحاله جنان يعني هذه الحاله التحكيميه الواضحه ركله جزاء صحيحه جدا جدا زي ما قلت جهاد ما راحش ما حكمش او ادى ركنيه طيب يجي دور الفار الفار هنا النهارده انت النهارده جاي بتتدخل في الحالات ركله الجزاء ما دي بقى السؤال يا كابتن عشان انت مش يعني مش هقاطع حضرتك لكن هو السؤال دلوقتي انت اتكلمت على بوزيشن كابتن جهاد جريشه بعيد تماما على بوزيشن انه يشوف كوره مشتركه ما بين مهاجم ومدافع داخل منطقه الجزاء الفيجن بتاعه بعيد ما يقدرش يحكم طيب السبب اللي هو ليه طب احنا عاملين ليه الفار يعني السبب ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش للفار بالظبط كابتن هنا انا مفترض الفار حاجه من الاثنين يا انا كحكم بقول له انا شاكك في اللعبه اعمل تشيك عليها بطلب انا كحكم بطلب الحاجه الثانيه هنا الفار كمان ليه دور كبير جدا جدا اولا انت الفار ده شغلك احنا قلنا الفار بيتدخل فيها يا كابتن هاني تاني للناس بنقول من فضلكم الفار يتدخل في كره هدف او مش هدف بيتدخل في ركله جزاء او مش ركله جزاء بيتدخل في البطاقه الحمراء مباشره او الهويه المفقوده للاعب في البطاقه الحمراء او التسلل ممكن لا التسلل ما هدف او مش هدف داخله في التسلل داخله في التسلل. داخل التسلل اوكي لكن هم الاربع حاجات اللي احنا بنتكلم فيها من ضمن ركله جزاء وركله جزاء هذه ركله جزاء بنسبه 100% كان لابد انك انت تحسبها انت كفار النهارده موجود النهارده وجاي حضرتك عشان هذه الالعاب المهمه طبعا. اللي النهارده انا بقول النهارده تاني من خلال برنامج مش بتجنى على الحكامي احنا داعمين لحكامنا ولجنه حكامنا وماشيين معاهم في ظهرهم بس من غير المعقول النهارده احنا لما كنا داعمين للحكام الحكام ما تساعدش نفسيها صح الحكام ما تشغلش عن نفسها نيجي للحاله ديت انت كفار ركله جزاء واضحه 100% حتى لو الحكم ما قالكش راجعني انت المفروض طبقا للبروتوكول طبيعي يا كابتن جهاد احتماليه وجود ركله جزاء حضرتك تعالى شوف طيب حضرتك تعالى شوف لانك انت حسبت ركنيه على سن المدافع لعب لا المدافع ما لعبش كان يجب على الفار التنبيه على الحكم من فضلك احتماليه ركله جزاء وركله جزاء واضحه جدا انفرادك تعالى شوف اللي حصل انا مش عارف يعني لحد طيب يعني هو الطبيعي يعني خلينا نحط احتمالات حضرتك بتقول من واجب الفار يشوف يقول له في احتماليه ضربه جزاء ده البروتوكول اللي بيقول مش انا البروتوكول اللي بيقول الفار هنقول ان الفار قال للكابتن جهاد جريشه في احتماليه ضربه جزاء تعالى شوف هل من الوارد ان الكابتن جهاد جريشه يعمل نفسه مش سامع ويكمل المباراه لا صعب لان كل ده بيتسجل في غرفه الفار الفار جتن هاني بتسجل كل المحادثات اللي بتتم ما بين الفار وحكم المباراه تمام انا بقول لك في احتماليه لان بقول لك احتماليه لان لو انا ماشي معاك في القرار هعمل كونفيرم هقول لك انت صح انما طالما قلت لك احتماليه يبقى انت انا شفت حاجه انت ما شفتهاش في الملعب كابتن مظبوط يبقى انا شفت حاجه كفار انت ما شفتهاش في الملعب هو ده كان المفروض يحصل من طارق مجدي وطارق مجدي حكم كبير على فكره وحكم لعب كتير يا كابتن جهاد من فضلك انا شايف ان احتماليه ركله جزاء من فضلك تعالى شوف طيب من الوارد انه ما يكونش الفار قال للكابتن جهاد جريشه من الوارد او من الوارد انه يكون الفار اكد على قرار جهاد جريشه ان هنا مفيش مخالفه ودي تبقى عمليه صعبه جدا جدا يا كابتن هاني تاني انت قلت حضرتك ممكن الفار ما يكونش بلغ الكابتن جهاد جريشه لا ما هو لازم لازم هيبلغ
لازم الاهلي يعمل حاجه من الاثنين. ما لو بلغ يبقى لازم يروح يشوف. لا ما انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كونفيرم على قرارك، اقول لك انك انت كنت صح، تمام تمام يا كابتن هاني انت خدت القرار الصح، مفيش داعي انك انت ترجع تاني ليا. ليه؟ ممكن يبقى الحكم نفس تقديره هو تقدير الفيديو، ان الحكم هنا هو طارق مجدي عمل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك كده، طارق شاف من وجهه نظري دي مشكله جزاء. ازاي بقى يا كابتن هيشوف من وجهه نظره؟ يعني الفار قاعد زي ما حضرتك قاعد انا وبنشوف الصوره. يعني كابتن جهاد بعيد قلنا 25 متر وما شافش. تمام. لكن انا بتكلم على حكم فار قدامه الشاشه وقدامه الصوره اللي مش شايفها او الزاويه اللي بالزبط. مش شايفها الكابتن جهاد بالظبط. وخلي بالك الكلام هل الزاويه دي هي اللي مش مع الاهلي؟ انا اسال سؤال بس يعني الهالي. دايما الزوايا تطلع مع النادي الاهلي. ماتش دجله ايد فقال لك دي زاويه الحكم مش شايفها. طب ما زاويه الحكم مش شايفها، ما هو الفرج عشان كده برضه. خليني اقول على حاجه كابتن هاني، خليني اقول هذه ركله جزاء مش محتاجه جدال. عارف احيانا بنختلف انا وانت لما اقول 50 50 70 20 ماشي، هذه ركله جزاء وانا بقول اهو على مسؤوليتي هذه اسهل ركله جزاء في الدوري حتى الان. زي ما كان يجب تدخل الفار، وزي ما قلت عدم تدخل الفار النهارده حرم النادي الاهلي من هدف. ما هو ده اللي بتكلم عليه يا كابتن. يعني وبالتالي هو المشكله ايه بقى؟ ما هي المشكله النادي الاهلي اتعادل. عارفين انها ضربه جزاء والناس كلها طلعت انها ضربه جزاء. احنا مش هي تحليلها ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء واضحه. بالظبط. هو ليه بيحصل ده مع النادي الاهلي؟ وليه بيحصل دايما ان ما فيش حكام بتروح تشوف الفار، او بيبقى الفار متاخر او ما بيتشافش خالص؟ وخاصه يمكن بنتكلم في اربع خمس ماتشات، على انت بتتكلم في خمس ست ماتشات من تسع اسابيع. بالظبط. فعايزين نعرف برضو الغلط فين ومين السبب يعني. يا كابتن هنا انا المفترض انا بقول لجنه الحكام من خلال هذا البرنامج المحترم وهذه القناه المحترمه، وتاني يا كابتن وجيه والله احنا داعمين للتحكيم المصري، واقفين في ظهرك، واقفين مع حكامك، بس حكامك مش مساعده نفسيها، حكامك المفروض تساعد نفسيها. الكابتن وجيه لابد النهارده يعني تاني بقول لحضرتك وانا عارف انك انت يعني بتاخد الاجراءات، لابد سياسه الثواب والعقاب. مش هينفع يا كابتن النهارده انا حكم يهمل عندي ويلعب. ما ينفعش يا جماعه، يعني انا النهارده حكم بيخسرني، انا النهارده المدرب يا كابتن هاني بيعمل ايه؟ بيلعب 11 لاعب اللي هم بينجحوه في الملعب. لما بيحس ان لاعب مقصر شويه اتفضل اطلع وينزل تاني. انا النهارده كلاجنه حكام لابد ان لجنه الحكام هي كمان تخاف على نفسها يا كابتن. الحكم اللي مش هيشتغل معايا بشكل جدي ويهتم ويركز من فضلك اركن. مفيش هزار. مفيش هزار. مفيش هزار. لان النهارده انت النهارده موجود يا كابتن وجيه ولجنه الحكام لتحقيق العداله ما بين الانديه كلها، ده هو اساسك. مش موجود عشان خاطر تبقى تحقيق العداله بينك وحكامك ان كل الحكام تاخد ماتشات. لا يا كابتن انا ما عنديش كل الحكام تاخد ماتشات، انا عندي الحكم الكويس هو اللي هيلعب. كابتن انا ما بوزعش بعملش عداله ما بين الحكام، يبقى داخد خمسه يبقى داخد خمسه، داخد سته يبقى داخد سته. لا لا انت كابتن وجيه العداله بالنسبه لنا احنا او بالنسبه للانديه او بالنسبه لكل الدنيا انك انت تحقق العداله التحكيميه للانديه من خلال الحكم الكويس واللي بيجيد هو ده اللي يلعب. ما حضرتك اتكلمت برضه في نقطه مهمه جدا، يعني كل الاخطاء دي بتحصل وما والفار موجود. ما هو هنرجع تاني لقصه الفار، البروتوكول غلط، ان الحكام مش فاهمه البروتوكول، اللي قاعد على الفار نفسه مش فاهم البروتوكول، ليه ما بيتطبق؟ هي وليه مصر يعني الدولة الوحيدة اللي المشكلة يعني كل الناس عندها الفار ما عندهاش كم المشاكل ديت، وخاصة يعني في الفترات الأخيرة بالذات مع النادي الأهلي. كابتن هاني اللي أخفى عليك أنا قلت الكلام دوت حتى قبل وتطبيق الفار، أنا قلت الكلام ده من غير ما أقول النهاردة تقنية الفار تقعد شهرين وبعدين يتم إسناد مباراة للحكام خلال شهرين. ما حصلتش في أي دولة إنك أنت حضرتك تطبق تقنية الفار وتدرب الحكام شهرين، التقنية بتقعد من 6 ل 8 لسنة كاملة تدرب حكامك على حدث جديد انت كحكم ما تعودتش عليه. انت لابد كمان كابتن يعني هاني الحكام اللي هي عندها خبره اللي هي لعبت في دوري ممتاز شافت الاخطاء عندها تقدير صحيح، هي دي اللي تقعد على الفار، هي دي اللي تقعد على الفار. طبيعي. الحكم الصاعد الصغير لسه ما زال قدامه كتير، لازم يعني ينزل الملعب ويشوف. أيوة ويجرب طبعًا. انا كان المفروض ان الحكام السابقين وده البروتوكول بيقول كده على فكره، هقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني. في البروتوكول ما الزمكش بانك انت تحط الحكم العامل بس، ده انا ممكن اجيب الحكم العامل اللي موجود لسه ما بطلش او ما اعتزلش، ده انا ممكن اجيب حكم اعتزل واحطه على الفار، يسمح ليك انك انت تجيب حكم معتزل بقى له مثلا 3 4 سنين عنده خبرات ده اللي هيقدر يفيدك في البروتوكول. يبقى انا بقول النهارده ان لجنه الحكام كانت من خلال هذا البرنامج
وانا عارف ان الكابتن وجيه ولجنته بتشتغل، بس ما شاء الله اخر مره جابوا الحكام. ما انا مش هشتغل لوحدي بقى، يعني انا مش هنزل اشتغل للحكام، انا المدرب مش هنزل ينزل يشتغل في الملعب. جبنا الحكام وابتدوا يشتغلوا معاهم على الحالات التحكيميه الاخطاء، وابتدوا يقولوا لهم ايه هي الملحوظات وايه يجب تطوير ادائك ازاي، ويجب تعمل اشتغلوا مع الناس بشكل كويس جدا جدا جدا. ده كان الاسبوع اللي قبل اللي فات، عملوا تقريبا محاضره لجميع حكام الدوري الممتاز عن الاخطاء اللي فاتت. ولكن انت بتشتغل مع حكامك وحكامك ما بتساعدكش، لا يبقى هنا المفروض يكون في حاف عند نقطه كابتن، والحكام ما بتساعدش نفسها. طيب السؤال المطروح دلوقتي هو شخصيه الحكم، ويمكن الكلام ده قلته في البيت الكبير من يومين ثلاثه وكان ليا مناقشه فيه، هل شخصيه الحكم اتغيرت بوجود الفار؟ يعني بمعنى اصح ان الحكم بقى بالنسبه له بقى ريلاكس شويه، اللي هو لو ما شفتش حاجه الفار هيقول لي، اللي هو مش هجري كتير قوي عشان لو في مشكله ممكن الفار يقول لي. فده بدا تاثر بالسلب على بوزيشن الحكم وشخصيه الحكم وقرار الحكم، لان برضو كل الثلاث حاجات اللي بقولها دي ده بتكون شخصيه حكم دولي بيدي قراره وبيرجع للفار في الوقت المناسب. هل الفار بقى دلوقتي سبب لمشكله للحكام يعني بيتاثر عليه بالسلب؟ حضرتك قلت كلام مهم جدا كابتن هاني، وهو ده اللي احنا المشكله اللي احنا واقعين فيها. بنسبه 80% حكامنا بتعمل اللي حضرتك قلت عليه ده، اللي ان هم بيبتدي يعولوا على الفار، بيبتدي يكسل، بيبتدي ما عنديش مشكله، يعني لو عندي مخالفه جوه الفار هيلحقني او هيسند فيها. يا كابتن انا بقول لك حاجه مهمه جدا، يا من فضلك يا حكم يا محترم انسى ان في فار، والبروتوكول بيقول كده، البروتوكول بيقول لك كده، البروتوكول بيقول من فضلك يعني شيل الفار خالص. الفار هو وسيله مساعده في الحالات الظاهره والواضحه والبائنه اللي حضرتك يمكن تبقى صعب عليك، انما انت ليك دور وتشتغله كحكم. من فضلك انزل اشتغل، اجتهد، ركز، اهتم، اتحرك، اتمرن يا كابتن. ما هو مش هينفع انا احكم مرات 90 دقيقه وابتدي ان انا اروح اتمرن تمرين ربع ساعه نص ساعه واروح، لا. احنا قلنا كره القدم الحديثه بتتطلب ايه؟ زي ما كره القدم الحديثه موجوده في الاتحاد الدولي والدوري الانجليزي والدوري الخمسه الكبرى، انا كحكم حتى لو انا لجنه الحكام مقصره معايا شويه، ما عنديش معد كويس، ما بتمرنش، انا المفروض اروح اتمرن ليه؟ لان زي ما قلت انسى الفار خالص وابتدي اشتغل نفسك. لو انت اشتغلت على نفسك، وعندنا حكام يا كابتن هاني بتشتغل على نفسها كويس، وعندنا حكام في هذا الموسم في التسع ماتشات ما راحتش الفار مره، وعندها القرارات التحكيميه فوق الامتياز، فوق الامتياز، وهو ده الفرق ما بين حكم عنده موهبه، حكم عنده شخصيه، حكم مجتهد وبيتمرن، وحكم بيكسل وما بيذاكرش وعنده حفظ للقانون مش فاهم القانون. ده في مشكله كبيره جدا كابتن هاني هقول لك عليها. الحكام انت النهارده بنقول لك كل يوم اقرا القانون، مش تحفظه، تفهم، لانك انت لما تفهم هتطبق في الملعب. مظبوط. من غير الفهم مش هتطبق، هتطبق غلط. ذاكر الحالات التحكيميه، في حاجه اسمها عندنا الماتيريال بتاع الفيديو تيست اللي هي الحالات التحكيميه الخاصه بالاخطاء واسوء السلوك ولمسه اليد والتحايل والسيميليشن، ذاكرها يا اخي وحللها واعمل اختبارات لنفسك. يعني النهارده ما بقاش كمان لجنه الحكام بس هي اللي هتشتغل معاك، انت ممكن تشتغل مع نفسك. طيب هنرجع تاني كل دوت وشخصيه الحكم، وانا بالنسبه لي دي جزء مهم جدا، لان احنا كمان شفنا من خلال مباراه الاهلي يعني مع احترام للحكام كلها، شفنا حكام بلغه الكوره كده رافعه دماغها لفوق وعايزه تظهر قوتها مش من خلال شخصيتها، مش خلال قراراتها، لكن من خلال التعنت بانذارات على النادي الاهلي ببعض القرارات الخاصه انها مش في صالح النادي الاهلي لمجرد انه يقول لا انا قوي وقوي على النادي الاهلي. طيب لو قلنا ده حكم دولي او حكم لسه صغير، لكن الكابتن جهاد جريشه على المستوى الدولي ده راح كاس عالم وحكم كبير، انا 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 بالنسبه لي كانت مفاجاه ان هو لغايه دلوقتي او مش 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 عارف افسر هو ليه في الحالتين دول ما راحش للفار. فهو السؤال دلوقتي هنرجع لشخصيه الحكم وعمليه انه اتكل بشكل كبير جدا على الفار. يعني الكابتن جهاد جريش المفروض يكون مختلف، وبعدين الكابتن جهاد كان موجود في كاس مصر وعمل اخطاء تحكيميه بشكل واضح، وبعد ما طلع اعتذر وقال كان في اخطاء تحكيميه، كان الاهلي وبيراميدز برضه واعترف بكده، فكان اداؤه المباراه اللي فاتت بالنسبه لي يعني علامه استفهام كبير. اتكلمنا على جهاد جريش، هو انا يمكن قريب من جهاد وصديق ليا كويس قوي. اولا جهاد بيتمرن كويس جدا، بيتمرن يوميا وعنده برنامج تبع الاتحاد الدولي بيشتغل عليه بجد، بكلم بجد وكل واحد ياخد حقه. جهاد كابتن هاني المباراه امبارح خلي بالك مباراه صعبه،
مش عايز اقول ان هو ما عندوش خبرات وده لعب ولعب في وسط جمهور بره ولعب كاس افريقيا ولعب كاس عالم، ولكن احيانا هنا الضغوط يا كابتن هاني من خلال المباراه وصعوبتها. ضغوط ايه ده راجل راح كاس عالم ولا في جماهير وضغوط، وخلي بالك كمان لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه راحتش وناقشت، يعني هو مطلوب من اللعيب ان هو يتلم على الحكم ولازم تروح اشوف الفار. احنا بنشوف فرق كده، هو ما بنشوف بعض الفرق خمسه سته يتلموا على الحكم وتزقوا يروح يشوف الفار. احيانا بيحصل يعني كابتن هاني، انا مش بتكلم على ضغوط اللاعبين في الميدان اللعب كلامهم، لا مش ضغوط اللاعبين ولا كلامهم، انا بتكلم على المباراه من ناحيه عشان الاهلي وبيراميدز فواخده اكبر من كده طبعا كابتن. وده اللي انا بقوله بقى طبعا، ده اللي بقوله كابتن جهاد، انت خدت من الخبرات يا كابتن جهاد، وانا بقول اهو انت خدت من الخبرات ومن الثقافات ومن فهم القانون ومن التدريب ومن كورسات التحدي الدولي اللي يخليك في هذه المباراه يبقى عندك الثبات الانفعالي، يبقى عندك الشخصيه التحكيميه، يبقى عندك انك انت ما تقلقش، يبقى عندك النهارده مش عيب النهارده لما انا عندي قرار خاطئ بروح للفار، مش عيب ابدا ولا في اي شيء، ان النهارده بحقق العداله التحكيميه. فبقول ان جهاد النهارده يعني امبارح في المباراه كان يجد، يعني جهاد انا عارف انك انت بتبحث دايما على القرارات الصحيحه، كان يجب حتى وانت في داخل الميدان لو الفار حتى ما قالكش، هو في عمليه استكبر شويه ان انا اروح يعني خلي بالك انا عارف برضو يا كابتن ان في حكام بتقول يا رب الفار ما يقول لي تعالى بص ثقافه طيب ثقافة يعني في حكام تقول لك يا رب، وهو تلاقيه رايح للبار رايح بيترعش وهو راجع اعمل ايه. وشفنا خلي بالك في بنك مباراه البنك الاهلي الحكم اعتقد كان دودو يعني ولا اسمه يعني انا مش فاكر اسمه بالظبط، راح يعني ادى قرار 100% هدف وهو رايح انا حاسس بيقول ربنا يستر زي اللعيب، وبعد ما رجع تحس ان هو ايه طب بقى خلاص هم يعني هي باينه وبتوع البار قالوا احتمال الضرب تبقى فاول فخلاص احسبها فاول. يعني تاني شخصيه الحكم هو بالنسبه لي المعيار في موضوع الفار. من خلال البرنامج والكابتن هاني انت قلت حاجه مفيده، انا بقول للحكام الكابتن محمد سلام بقول للحكام انت الفار لما بيجيبك انت بتبقى مستقل ايه؟ زعلان ليه؟ تكون متضايق لا ما هو لازم يبقى عندك الثقافه، هو الفار ده اسال نفسك هو جاي ليه؟ لو انت سالت نفسك ده الفار ده جاي يصحح ويدي العداله التحكيميه. وهو النهارده الفار ما هو فريق العمل معاك، يعني الفار النهارده لما بيقول لك وانت بتوصل للعداله التحكيميه كلكم كفريق واحد بتبقوا انتوا نجحتوا. يبقى مش مشكله بقى الفار ياخد قرار ويعدل لك القرار بتاعك، دي ما تبقاش انت مستأمنها يعني او متضايق. كابتن جهاد جريشه يكون من جواه ما اعرفش يعني عنده يقول لك لا هو انا مش هروح عشان هو ده القرار صح، خايف يكون او عنده قلق ان الفار او اشوف في الفار ان فعلا القرار كان غلط وبالتالي هتبقى وحشه في حقه. يعني انا بف يعني انا هقول لك جهاد يعني انا عايز اطلع نتيجه انت عاوز تقول ايه اللي حصل بالظبط اللي حصل مبدئيا اللي حصل ركله جزاء لم تحتسب ركله جزاء صحيحه 100%. طيب هنا الحوار كان ما بين الحكم والفار، انا جهاد حتى يعني جهاد انا يعني اعرف تحكيم هو بيقول لهم ايه قبل المباراه، هقول لك جهاد بيقول لي الفار اي فار هشتغل مع جهاد بيقول له لو في حدث انا هحكي لك عليه اللي شفته، هقول لك لو انت عندك غير اللي انا هقول لك عليه استدعيني. طب ما دي بالمقلوب تاني ده كده بالمقلوب. لا هو عاوز يوصل لنقطه ايه هي، يعني مثلا هو خد قرار شاف القرار مثلا بحاجه ايه ان اللاعب المدافع لاعب او اللاعب المهاجم لاعب، لو انا لو انت عندك كفار غير اللي انا هقوله لك في الكومنيكيشن استدعيني. يعني لو طبقنا اللي حضرتك بتقوله ده على اللقطه ديت يبقى الكابتن جهاد جريشه قال لهم انا مش شايف فيها ضربه جزاء وانا قراري كذا وهم صدقوا القرار. ممكن بنسبه كبيره جدا هنا يجي بقى دور الفار يا كابتن، دور الفار بقى هنا دور الفار يقول لا انا شايف ان اللي انت بتقوله ده لا مش هو دوت اللي قدامي اللي انا شفته، تعالى بص وشوفه، تعالى بقى من فضلك لان اللي انت بتقوله ده مش قدامي عند اللقطه بالظبط، اللقطه فيها مخالفه بالظبط وانت حضرتك لازم تيجي تشوف عشان تدي القرار الصح. مظبوط، ده كان يجب على طارق مجدي ان هو يعمله. انا حتى استغربت هو طارق، طيب طارق حكم كبير على فكره، طب انت يا طارق هل عندك ما شفتهاش؟ هل ما شفتهاش زي ما احنا شفناها؟ هقول لك حاجه مفاجاه، لو احنا جبنا مش هنجيب لعيبه ولا حكام ولا اي حد، جبنا 50 من الجمهور وقلنا لهم تعالوا شوفوا الحاله دي من الجمهور، ال 50 يقول لك الجزاء. انا هقف عند حضرتك في نقطه واحده، انت عارف ال 50 هيقولوا ضربه جزاء امتى؟ لو اللقطه عاديه من غير الفار هيقول 25 هيبقى 50-50. اللقطه في المؤكده في الفار ما انا قصدي لما احمد سامي لمس رجل محمد شريف
خلاص الموضوع انتهى. ما انا قصدي على الفار لما الفار جاب اللعبه وعدها بالظبط وعد. انا في اللعبة بس انا في اللعبه دي كابتن انا بقول تاني اهو انا حضرتك انا مش فاهم. انا ما عنديش اجابه على الهدف اللي ركله الجزاء ديت ما اتحسبتش اللي زي ما قلت دي ركله جزاء واضحه شديده الوضوح. الشمس طالعه يا كابتن هاني ما حدش يقدر يقول ان الشمس مش طالعه. كلنا بنقول ان في شمس طالعه. هذه ركله جزاء وضوحها وضوح الشمس. طيب ما هو نفس الكابتن نفس الموقف اتكرر مثلا في هدف والتر برضو كان في هدف والتر بوالي في ناس يعني انا تاني هرجع حتى لو انا ما عنديش فار انا معلش عشان انا يمكن لعبت في اوروبا وعارف الحكام في اوروبا بيحكموا ازاي والكوره ازاي في اوروبا. انا بالنسبه لي هدف ايمن اشرف هدف صحيح لو في الدوري الانجليزي وفي حكم انجليزي طلع قال كده الهدف 100%. لو في الدوري الالماني الجول بتاع والتر برضو هدف 100% لان انا مش شايف حتى لو في موضوع لو في احتكاك مش ما كره القدم ما لازم يكون في احتكاك في كره القدم. احنا دي كوره يعني دي لعبه فيها احتكاك وفيها تعان وفيها يعني الكلام دوت. لو بقى خلاص احنا بنلعب سوفت بقى يعني اللي يلمسني وببقى فاول الموضوع مختلف يا كابتن حتى في اوروبا يعني. بص يا كابتن هاني زي ما قلت هي مشكله هدف كمان ده في مشكله هقول لك عليها. هو على فكره الجهاز صفر على المخالفه وطبقا للبروتوكول انا من وجهه نظري بقول اهو انك انت ما تصفرش. برافو عليك. طب انت بتطلب الحكم المساعد هنا بقى كابتن يعني هات لنا الكره عادي زي لا ما نجيبهاش هاتها العاديه هاتها العاديه يعني انا حتى هنا الكره جول الكره جول 100% وقعت من شريف ولا حطها وبعدين ما كانش ولا لمس شريف ولا وحتى لو طالع معاه كتف في كتف ده مش فاول يعني برضو الموضوع مختلف شويه. انا بتكلم من خلال خبرتي ان انا لعبت في الدوري الالماني ولعبت ماتشات كتيره جدا على مستوى الشامبيونز ليج على مستوى لعبت فرق توتنهام. انا بس كابتن عاوز اجيب لعبه كابتن هاني بس بعد انا عاوز اشوف جهاز صفر انت الصوره يعني هات لي اللعبه كده من اول يعني عايز حضرتك تجيبها لي. هو جهاز صفر امتى لو تقدر بس تجيب بس وقف بس هنا جهاز صفر. طيب نقف تاني بس هو صفر هنا اول ما وقعت من ايد شريف. كابتن دي نقطه مهمه هنتكلم فيها بس قبل ما نتكلم في اللعبه ونحكي فيها انا بقول للحكم المساعد لما بيكون فيه هجوم وهجمه هل هو بس عن يعني خليك واقف هنا خليك واقف هنا هو صفر المساعد بتبقى فيه هجوم او فيه لاعب في موقف تسلل صعب الحاله بنقول لك من فضلك اعمل دليل القرار طالما الكره رايحه ممكن يجي منها جون. ليه؟ لانك انت ممكن ترفع وتقتل اللعبه والحكم هيصفر معاك وبالتالي تحرم الفريق من هدف صحيح. ده حقيقي الكلام ده احنا بنقوله لحكامنا المساعدين. نفس الشيء بنقوله لحكم المباراه لما يكون في هجوم زي ده وهجمه من المتوقع ممكن يجي منها هدف اخر القرار او الصفاره شويه صح ومش هتخسر حاجه يعني احنا قلنا ده انت معاك الفار مظبوط حتى لو انت عندك القرار بعد ما الهدف بيجي خد قرارك ان كان في مخالفه او خد قرارك باحتساب الهدف كده مش هيستأنف اللعب يا كابتن هاني الا لما الفار يقول لك يعني انت يعني برضه في اللقطه ديت الكابتن جهاد جريشه يعني اتسرع شويه وصفر. انا بقول جهاد وانت حكم كبير جهاد وهو حتى الكلام ده بيتقال للحكام الدوليين في جميع التجمعات اللي موجوده لو في هجوم اخر. انا افتكر كان في حكم كابتن هنا مره رفع بدري الحكم المساعد رفع ده في ماتش افريقي وكان تقريبا الحكم اخر صفارته على الرغم ان المساعد كان رافع واخر صفارته الكره جت هدف واحتكم للفار الحكم المساعد طلع غلط ما كانش فعلا اوفسايد ما كانش فيه تسلل ولما راحوا الفار اكد ان الهدف هدف صحيح وبالتالي هنا لو كان الحكم صفر كان مع الحكم المساعد كان بقت مشكله. انا في هذه الحاله بقول جهاد حكم يعني يمكن اكتر حكم في مصر خدت ثقافه تحكيميه وخدت قانون وخدت ماتيريال وخدت حاجات كتيره جدا ما حدش خدها في مصر قدك. هذه الحاله حتى لو انت شايف ان هناك مخالفه في هذه الحاله المخالفه واللعبه في الستة ياردة يعني هتنزل تيكي جون مش هتاخد حتى 5 ثواني. ما كان يجب عليك انك انت تطلق صفارتك وتوقف اللعب. هنا الفار ما يتدخلش كابتن هاني. ما يتدخلش. خالص. الفار بيتدخل انت احنا قلنا لما بيجي هدف الفار بيعمل تشيك عليه او لما انت صفرت حضرتك وقفت اللعب
خلاص انت اديت صفاره وقفت اللعب. اه يعني هو دلوقتي لو كان الهدف دخل وصفر انه فاول كان ممكن الفار يدخل. الفار يدخل بقى. لكن هو صفر. صفر قبل بقى. قبل انت قتلت اللعبه لما صفرت. قتل الفار قبل الجول ما يجي. بالظبط. مظبط بالظبط. بالظبط كده. فانا بقول جهاد وبقول لكل حكام من خلال قناه النادي الاهلي المحترمه تاني، والله احنا ما بنهاجم حد. والله احنا مع الحكام. بس المفترض الحكام تشتغل شويه على نفسها. من فضلك يا حكم. هذه هجمه تعتبر هجمه وعده او هجمه فرصه. اخر صفارتك من فضلك واستنى، ما في ما عندكش مشكله، استنى ونرجع للفار والفار ياخد القرار الصحيح اللي بس سواء ده كان هدف خلاص او لا. في الهدف ده الفار طلع بره اللعبه. لا هنا الفار ملوش دور. الكابتن جهاد صفر قبل الكره ما تخش. جهاد صفر قبل الكره ما تخش، ودي برضك حاجه غريبه. انا بقول الكلام للحكامنا، وهذه الحلقه لجنه الحكام هتشوفها اكيد وهتبتدي تراجع عليها. طيب حضرتك اتكلمت على تطوير الحكم وبتتكلم على جزئيه مهمه جدا ان الحكم يشتغل على نفسه. ايه اللي المفروض يتعمل يا كابتن عشان كمان اكيد تصعيد حكام على مستوى عالي، واختيار كمان الحكام للمباريات الكبيره. في مباريات في الدوري المصري مباريات كبيره زي اي دوري في العالم. تمام. المقاييس المفروض تتحط للحكام اللي بيحكموا المباريات الكبيره ذو الشعبيه، اهلي زمالك، اهلي ومصري، اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، في مباريات ليها شعبيه كبيره. بالظبط. فايه الخطوات او ايه يعني انك تحط حكم دولي فيها، ان لازم يكون حكم بمعايير معينه، ولا انت شايف الكل دوت من خلال زي ما انت بتقول انت حكمت اربعه يبقى انت تاخد اتنين، يبقى انت يعني الموضوع ماشي ازاي؟ لا لا مش عارفين. هقول لك مفاجاه يا كابتن هاني. قول لي مفاجاتك كتيره. هقول لك مفاجاه. احنا عندنا كم حكم بيصفر عشان البروتوكول والتقنيه موجوده؟ كم حكم عندنا موجود؟ 20 تقريبا. 20 او 21 حكم بالظبط. تمام. عندنا اربع حكام مسافرين بره. مسافرين فين؟ في عندهم بطولات اللي هي في افريقيا. بطولات افريقيا ماشي. أربعة. عندنا 16 تقريبا. ما نحاول. عندنا ابراهيم نور الدين، عندنا البنا، عندنا كمان محمد معروف، عندنا حكم تاني تقريبا امين عمر. اربعه بره. اربعه بره. يبقى في ثلاثه عندنا محمد عادل، جهاد جريشه، الثالث عندنا تقريبا عاشور. عندنا عاشور طبعا بس مش دولي، بس عندنا عاشور وعندنا محمد الحنفي وطارق مجدي والصباحي وكلام من ده. كابتن انا ما عنديش مشكله. انا النقطه ديت احيانا بتقول لجنه الحكام ما عنديش حكام لان الحكام قليلين الموجودين. طب هقول لك على حاجه مهمه جدا. الدوري الانجليزي كم حكم بيحكموا فيه؟ 21 22 حكم. والنهارده حكم الثاني النهارده بيبقى رابع، الاسبوع اللي بعدين انت حكم هو بيبقى رابع، هم ال 22 بيحكموا الدوري الانجليزي كله. هم بياخدين قرار ان ال 20 بيحكموا او 22 او 25 هم دولت اللي بيحكموا الدوري يعني حكم الانجليزي. ساحه حكم رابع. انا ما عنديش مشكله. انا بقول لكابتن واجي حاجه مهمه جدا. الحكم اللي يتميز ويلعب لعيبه، الحكم اللي يخطا وقفه. ما انا بتكلم اهو. مظبوط. انا مش هوزع ماتشاتي. ما هي المشكله عشان اراضي الحكام. المشكله اللي كتير هم اللي بيخطاوا. خلاص يقف يا كابتن. لو قعدوا كل اللي بيخطاوا مش هنلاقي حكام. انا بتكلم في جزئيه التعيينات. بتتكلم على التعيينات. انا النهارده عاوز انجح، انا عاوز انجح بطولتي. حلو. ويا وجي انت مجتهد وانا عارف انك انت بتشتغل كويس قوي ونفسك تنجح البطوله. اللي ينجحك لاعبه. مظبوط. مش هفرق الماتشات بالدور، مش هينفع، مش هينفع ان انا هراضي حكم عشان انت خدت خمسه يبقى دخل ياخد خمسه، ده خدت لا مفيش الكلام ده خالص. اللي يجتهد ويلعب وينجحني لاعبه. لاعبه، احنا جينا في سنه ايام يعني رحمه الله عليه كابتن احمد حسام وانا كنت موجود في القائمه الدوليه كنا سبعه. وكان معانا تقريبا بتاع حوالي خمسه او سته حكام متميزه. هقول لك ان سبعه كابتن حسام قعد سنه كامله هم سبعه لعبوا. السبعه اللي بيلعبوا. والله ما بهرج. في وسط جماهير 70 60 الف متفرج سبعه هم منجحين الدوري على مدار ثلاث سنين. طالما ماشيين بنجاح. ماشيين بنجاح. طب لما كان حكم بيغلط يا كابتن؟ كان يكون اركن على طول. اركن، يعني انا جيت في مره يعني احكي لك موقف كده انا تعبت، يعني انا كل ماتشاتي كانت الاهلي بره في بورسعيد، الاهلي في الاسماعيلي، الزمالك في بورسعيد، يعني لما بتلعب بره الاهلي بيلعب بره او زمالك بره تقيله طبعا. وانت بتتكلم في جمهور الاسماعيلي والمصري والاتحاد ضغوط كبيره جدا بتبقى صعبه، فابتديت العب انا تعبت. لان انا من نوعيه انا مش عاوز اغلط. بحب دايما انجح، فباخد الماتش من اول ما باخده لحد ما بلعبه مضغوط افوجئ ان انا بلعب مباراه ثانيه نفس ال. قلت له يا كابتن حسام انا نفسي مره بس اسبوع ارتاح. قال لي مفيش ارتاح طالما انت بتلعب وماشي العب. فانا برجع تاني بس الكابتن واجيب اقول لك مش عيب ان انا اكرر الحكم. مش عيب ان انا اكرر الحكم لان احنا بنتكلم احنا مش هننقى بعيد عن الدوري الانجليزي يا كابتن هاني. الدوري الانجليزي فيه الكلام ده. دي جزئيه في التوزيعات. في عشان اكون منصف تعال بقى روح للتقنيه اللي عندها مشاكل.
مظبوط. والله كابتن هاني بكلمك بجد، التقنيه كلها مشاكل. الكلام ده انا قلته النهارده، التقنيه مش متكامله. عندنا عدد الكاميرات الثانيه بقوله وهعيد واعيد ان هي مش متوفره بالشكل اللي يتيح للفار ان انا اجيب لك لقطه واضحه، او يبقى عندي اوبشن ان انا اجيب لك اللقطه اللي هي تقدر من خلالها تدي القرار. جوده الكاميرات، عدد الكاميرات، النقل، كل ده داخل في القصه. مش هقول بس الحكم والاخراج نفسه، والاخراج مش بس الحكم ولا حكم الفار ولا اون فيلد ولا اون فار، ده كمان التقنيه يا كابتن. عشان النهارده الاتحاد بيحاول النهارده يتعاقد مع شركه جديده بسبب مشاكل التقنيه اللي هي في الشركه يعني الجديدة. انت تتكلم مشاكل التقنيه دي على يعني تحت خط التولز، الادوات بالظبط، الادوات مش متوفره، مش متوفرة. كاميرات عددها قليل، البوزيشن عندك الاخراج مش على الاخراج وبس يعني انا متفق معاك تماما. في جزء يعني تكنيكال على مستوى الكاميرات، وجزء حكام، وجزء حكام، وجزء لجنه الحكام، وجزء يعني بس الكاميرات اللي حتى اللقطات اللي بتيجي ما بتتحسبش. ما حتى يعني انت هتقول لي كده ممكن يكون انا بتكلم مش خاصه بلقطات معينه، هي في لقطات فعلا يعني مثلا لما تيجي لقطات ثانيه، لقطات ثانيه محتاجه مثلا كاميرا خلف الحكم المساعد عشان تظبط التسلل. لا انا هقول لك على حاجه، ان غالبيه الحاجات بتيجي الكاميرا مش مظبوطه على الحكم المساعد، فبتبقى مشكله. الكاميرات اللي هي خلف المرميين احيانا مهمه جدا اللي هي بتجيب المخالفه من ورا والكلام ده. اذا دي حاجه بكلم بصفه عامه بقى، لو انت عاوز تعمل تقنيه بشكل جميل لابد ان يكون شركه على اعلى مستوى تتعاقد معها. ان احنا النهارده ما نبتديش نعول عليها ونقول هي عندها مشكله، يبقى احنا عندنا مشكله في الحكام، يبقى احنا نطور الحكام. ولكن كل الكلام ده بنقوله من خلال قناه النادي الاهلي. تاني بقول الحكم ليه دور كبير جدا 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 على انك انت تنجح مباراتك. لجنه الحكام بتشتغل معاك، بتديك كل اللي انت عاوزه، بتاخد حقوقك، لابد انك انت تشتغل يا اخي. لجنه الحكام مش هتشتغل لوحديها، يبقى لجنه الحكام مع الحكام لتفادي هذه الاخطاء اللي قد تؤثر في المسابقه بشكل عام. كابتن هاني مظبوط، اللي عندنا مشكله طبعا كبيره جدا. يعني بقول تاني من فضلك اشتغل على نفسك، خليك مهتم، خاف يا اخي على اسمك، خاف على اسمك. كابتن هاني رمزي كان لاعب كبير، خاف على اسمك. انا بتفق معاك كابتن انك تشتغل على نفسك، ده مهم جدا، لان في اعتقادي شخصيه الحكم اعتقد يعني احنا مفتقدين الشخصيه القويه، الشخصيه الحاسمه، الشخصيه المتزنه، لان كمان الاتزان امتى بقى صارم وامتى بقى بضحك والحاجات يعني في امور كده بنشوفها بره. في طبعا ماتشات اوروبا خلاص كل الناس بتتابعها، بنشوف اختلاف في الاتيتيود، اتيتيود الحكم مختلف، ساعات بيبقى صارم جدا وساعات يضحك وساعات بيبقى دي الاداره بقى كابتن هاني بقى الاداره دي بقى ازاي انك انت تدير. يعني على فكره عندنا مانجمنت ماتش يعني محاضره كامله عن اداره المباراه، بعيد بقى عن التحكيم، قصه تانية بقى ازاي انك انت تدير المباراه في ظل ظروف وضغوط، بالظبط، ظل جماهير، وفي ظل سلوك لاعبين وسلوك مدربين، ازاي تدير مش بالكروت بالظبط، لا ولا مش بركلات الجزاء ولا بالعصبيه، تدير المباراه في يعني الاتموسفير بتاع المباراه. صعب جدا جدا، انا ما ينفعش ان انا اتعصب. كابتن هاني مباراه عاليه قوي يعني، مباراه عاليه مني والحماس اللاعبين والمدربين، ما ينفعش انا كحكم اتعصب. مظبوط، لازم اكون هادي. مظبوط، ولا انا بتكلم غلط؟ مظبوط 100%. اللعيبه احيانا بيمتعض، بس مش بيمتعض منك، بيمتعض من زميله، او بيمتعض ان هو مثلا عمل لعبه مش كويسه، دي لازم انا يعني افرق، ما اروحش اديله انذار. صح، يعني دي كلها الاداره بقى بتاعت والخبره، اداره الحكم مهمه جدا في المباريات. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، كانت يعني فقره رائعه، ونتمنى ان شاء الله اللي حضرتك بيقوله يتم، ان شاء الله منظومه التحكيم احنا تاني في قناه النادي الاهلي. ما بنقولش احنا كل ده المصلحة العامة، نادينا بندافع عنه وندافع عن حقوقه، وزي ما حضراتكم شايفين أخطاء كتيرة جدا جدا، لكن كمان على مستوى المسابقة، على مستوى اللعبة، النادي الأهلي دايما حريص إن يكون العدالة للجميع، ومن خلال العدالة للجميع أكيد هيبقى عندنا مسابقة على مستوى عادي. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. سعيد بك جدا والله كابتن هاني النهارده، ويعني اعتقد يعني يا رب يكون وصلنا حاجه حتى ولو صغيره لحكامنا. نورتنا وشرفتنا الله يخليك كابتن، يعني دايما كل مره كده بتزيدنا ثقافه وعلم. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير، ان شاء الله بعد الفاصل مع الكابتن احمد نخله. برحب بحضراتكم مره ثانيه وثالثه، ولسه مره ثانيه هقول تعادل يمكن غير عادل بالمره. ولما نتكلم عن مباراة امبارح طبعا عايز اتكلم عن الهدف الصحيح اللي بيتم الغائه، ركلة الجزاء غير المحتسبة لمحمد شريف
المباريات الثلاثة الحقيقة اللي اتعادلهم الأهلي كانت فرصة لي أنه يجمع نقاط، ولكن الأخطاء التحكيمية بتلعب دور كبير جدا الحقيقة. فاض بينا الكيل بدري جدا، وتعدد واضح لعرقلة مسيرة الأهلي في الدوري جسيمة جدا، والجماهير وسط ده كله منتظرة ومترقبة مشاركة تاريخية ورائعة للفريق الفريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام الشهر اللي جاي. أنا برحب طبعا بالكابتن أحمد نخلة اللي منورنا لتاني مرة هنا في البيت الكبير عشان نتكلم عن الأهلي ودوره في المرحلة المهمة اللي جاية جدا. كابتن أحمد اللي مش كتير يعني ما فيش حد بيعملها غيره تقريبا في مصر. طبعا مساء على حضرتك طبعا وعلى الكابتن هاني. ربنا يخليك يا كابتن. يا رب طبعا مبسوط جدا انا موجود معاكم، طبعا متابع البرنامج طبعا، وان شاء الله يا رب في تألق دايما ان شاء الله. حبيبي يا احمد، زي ما قالت سهام يمكن اكيد انت متابع زينا، خلاص احنا بقينا في صفوف الجماهير وبنتابع فريقنا النادي الاهلي بكل شغف وبكل حب وكل تركيز. الاخطاء التحكيميه يمكن شفت الفتره اللي فاتت ازاي يا كابتن احمد، وقد ايه عندنا بنتكلم احنا دلوقتي في الاسبوع التاسع 6 نقط تقريبا، اجوان كتيره ما اتحسبتش رغم انها بتكون يعني واضحه وضوح الشمس، ولكن يمكن الاخطاء الفار اخطاء الحكم. شايف ده ازاي وتقارنه ازاي حتى بالسنوات اللي انت لعبت فيها، رغم انك ما كانش في فار لكن في اعتقادي الشخصي كان الحكم بيشتغل على نفسه بشكل اقوى من دلوقتي يعني. مظبوط يا كابتن، طبعا كلامك منطقي جدا، وطبعا احنا بس بنتكلم بس بشكل عام على التحكيم يعني. يعني هي برضه لجنه المسابقات والمنظومه طبعا في اتحاد الكوره كابتن شايف انها طبعا في تذبذب غير عادي طبعا في اتخاذ قرارات، في تاجيل مباريات، في كورونا، في رابل تيست ويتعاد ومباريات تتغير يعني بصراحه يعني فعلا الحكام من الساعه 12 واحدة بالليل. بالظبط كده يعني. فطبعا يعني الموضوع مش سهل، لازم يا كابتن زي ما حضرتك قلت يكون في ضوابط وفي لجنه تحاسب. الفار يا كابتن انا عايز اعرف يعني حضرتك برضو دور الفار ايه؟ طب ما انا اقول الفار ده دوره يا كابتن، ده كونسولتو قاعد في غرفه بيتفق على قرار واحد. الحكم لازم يرجع للفار يا كابتن، هو الفار ده يعني برضو يعني عايز اقول ان هو بيساعد الحكم. ده مش مفروض انه بيساعد الحكم، الطبيعي انه جاي عشان يساعد الحكم. هو ساعد كتير الامانه يا كابتن هاني، بس انا بتكلم ايه؟ ان لما الفار يجتمع ده كونسولتو، انا بقول ده كونسولتو، 4 أو 3 متجمعين في غرفه وبيشوفوا اللقطه اكتر من حوالي 7-8 مرات بزوايا مختلفه بكاميرات مختلفه وبياخدوا قرار عليها. مثلا كره محمد شريف امبارح يعني انا مش بصراحه يعني لا تعليق يعني ضربه جزاء 100%، والحكم لما يروح يشوفها هيحسبها. الفار لازم انت لازم تخوف الفار يا كابتن، ما تزعلش مني يا كابتن هاني. الدوري الانجليزي جت فتره الحكم ما بيروحش للفار يا كابتن، الفار بيقول له احسب، بياخدوا قرار. الدوري الانجليزي هو اللي بياخد قرار ضربه الجزاء، هو حكم الفار. الحكم الفار طبعا. طب ماشي يا كابتن، احنا ليه ما نقولش مثلا يعني في مصر الفار هو اللي ياخد القرار، قوي الفار يا كابتن. يعني انا اعتقد ان في حكم من الحكام قال الفار كده، قال ما تندهليش. ليه ما تندهليش؟ ده في واقع انا شايفها، يعني في واقع انا شايف في ضرب بدون كوره مثلا كارت احمر، يعني ايه يعني ايه الحكم يقول ما تندهليش؟ الفار يقول له ما تكلمنيش عشان ما اجيلكش، ده طبعا خطا جدا يعني. ده 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 ناس بتساعدك، ده بيقوي المنظومه. الفيفا عامل كده عشان بيقوي المنظومه يا كابتن، دي حاجه كويسه. كابتن نخلة، بعيدا عن طبعا جهاد جريشه اللي له يعني ليه كذا موقف مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي، عايزه اتكلم في عايزه حضرتك ترد على اللي بيتقال الصوره النهارده اللي جايه تحت المجهر الواضحه جدا بالجون لمحمد محمد شريف، وبعض الناس بتقول لك لا على فكره جول والتر بواليا ده جول وضربه جزاء بتاعت محمد، بترد على الانتقادات ايه اللي بتقول لك لا 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 الصوره بقى بتبين ان هي مش ضربه جزاء ولا حاجه؟ لا طبعا ضربه جزاء، ودلوقتي لسه حكيت كابتن نصر لسه طالع من شويه كده كنت بتكلم معاه بيتكلم، قلت له يا كابتن الخبرات دي احنا عاوزينها، الخبرات بتاعت حضرتك والنجوم الكبار بتوعنا كابتن جمال الغندور والحكام الكبار، احنا عاوزين الخبرات دي تكون موجوده. لا طبعا كلام طبعا منطقي جدا طبعا، يعني مش معقوله يعني ما لحد امتى طيب يا كابتن؟ لا لحد امتى؟ لازم يكون في ضوابط وفي يعني الحكام كمان زي ما بيكون في عقاب على لعيبه الكوره، الناس اللي قاعده بره او المدربين لازم يكون في عقاب على الحكام، واخصم منهم مستحقاتهم الماليه، ما فيهاش حاجه. وقف الحكم يا كابتن هاني. كابتن نصر قال اللي بيغلط لازم بيقعد يعني بالظبط، لا ويتعرف يا كابتن هاني.
جت فتره يعني ما كانوش بيقولوا ايه، كانوا بيعاقبوا بس ما بيعلنوش القرارات. تمام، احتراما لا، في واقعه حصلت انت هتاخد جزائك عشان الحكام كمان كلها تتابع والناس كلها تعرف ان في عدل وفي شفافيه. بس صحيح، انا بتفق معاك، وكمان شخصيه الحكم لازم زي ما انت قلت. انا في اعتقادي ان يمكن السؤال اللي اتطرح، هل فعلا تقنيه الفيديو دخلت الدوري المصري او اللجنه الخماسيه؟ تفتكر اللجنه الخماسيه اي من او يعني دخلت الفار بدري شويه؟ هل كان من المفترض ان موضوع الفار ده يتاجل ما يخشش غير لما يبقى التحكيم نفسه او الحكام بيتدربوا لمده، لان الكابتن ناصر قال ده تدريب من 6 لـ 8 شهور بالظبط، بروتوكول معين لازم ياخدوا كورسات وياخدوا دورات فيها. مظبوط، ان الفار دخل بدري مصر شويه والدوري المصري، ودي توابع اخطائه بالنسبه. والله يا كابتن هنا هو كلام حضرتك كلام منطقي طبعا، يعني انا على الاقل كنت يعني كنا نكون ملمين بكل الاخطاء، بكل القانون بتاع الفار، الناس اللي قاعدين في الغرفه دولت لما ياخدوا قرار ازاي يتفقوا عليه، ازاي بالظبط كده، ازاي يكلموا الحكم او يجبروا الحكم لازم تيجي في حاله، لازم تيجي تشوفها. ده العادي، انا في واقع انا شايفها انت مش شايفها، ودي فعلا حقيقه. ساعات الحكم يعني أنا بتكلم مثلا بشكل يعني الجول بتاع ولطة البواليا، يعني انا مش شايف ان شايف يعني شوف اكرامي يعني حتى يعني ما فيش حاجه، حتى الاتحام فين الاتحام؟ مفيش التحام، مفيش يا كابتن، هو لعبه حتى هو مفيش، ده هو نزل وحط الكره جون يعني الكره اللي ضربت الجزاء مش معقوله. قال لك لا واخد الكره، ده هو واخد رجل شريف الاول وبعدين الكره، يعني الرجل الاول وبعدين الكره، وباينه في العادي. امال الفار لما يشوفها ويعيدها اكتر من مره واكتر من زاويه طبعا يعني بشكل غير عادي يعني او بشكل 1000000% هياكد انها ضربه جزاء. بس يعني الموضوع يعني مش صعب يا كابتن على فكره، والله الموضوع سهل جدا. بس انت يعني وكمان برضو اقول لك حاجه يا كابتن، برضو حته الحكام يا كابتن هاني، انت برضو لازم تقويهم في الملعب واللايمانات، ان انت برضو ما فيش لاعب يعترض على حكم، ما فيش لاعب يلمس حكم او يلمس لايمان. انا بقول لك يا كابتن قوي، ادي باور للحكام كمان، اديهم الصلاحيات اكتر برضو عشان تقدر برضو يعني برضو معلش يا كابتن برضو ان ايه ده قاضي في الملعب يا كابتن هاني، ادي له قوه يا كابتن، ما ينفعش لايم مان. خلي بالك احمد، مع القوه معاه هو شخصيه ماشي. الحكم نفسه، انت عارف ان في البروتوكول العادي ان اي لعيب لو جبنا المشكله مثلا، اي لعيب يقول للحكم من فضلك روح شوف الفار، ده بياخد انذار. مظبوط، طبيعي. فهي شخصيه الحكم، انا شايف ان شخصيه الحكم مع دخول تقنيه الفار مع عدم يعني الشخصيه القويه، ان في حكام زي ما انت بتقول بتخاف تروح للفار علشان يعني بيقول له انت حطيت في موقف وحش يعني، وبالتالي هو عنده عمليه، ما عندوش ثقه في نفسه، ما عنده شك في قراره، وبالتالي الموضوع. والله يا كابتن هاني حتى شخصيه الحكم يعني هي دي ممكن يا كابتن، بس برضه في حاجه، حتى اللعيبه يا كابتن هاني، حتى اللعيبه برضه انت لازم برضه تثقفهم، تدي لهم ثقافه يعني ايه تتعامل مع حكم لما تجيله حاله فار، سيبه ما تجيش جنبه، ما تزنش عليه، ما تحاولش تقول له لا دي بره دي جول. على الجدال اللي بيحصل حوالين الحكم وبيبقى طالع في التصوير، لازم ده لازم اتحاد الكوره يعمل مثلا زي لجنه فنيه تروح الانديه للعيبه وتدي لهم كورس، تدي لهم زي ورشه عمل ازاي تتعاملوا مع الحكام في حاله الفار. ما احترم الراجل ده، سيبه ياخد قراره، ما تضغطش عليه لما يروح برضه بره عند الشاشه عشان يشوفه كابتن. ما ينفعش واحد يقول من هنا او من هنا، هو هيشوف هياخد القرار. طب احنا كابتن النخله كنا متخيلين ان وجود تقنيه الفار ودخولها مصر هيقلل جدا من موضوع الجدل اللي بيحصل في التحكيم، الجدل التحكيمي الدائم. ليه المشكله دي زادت مع وجود الفار؟ ليه؟ علشان ما فيش تنسيق. ليه التقنيه دي تضمن حقي وحق طبعًا كل نادي؟ طبعا بتضمن. ليه مش موجود؟ ليه طبعًا؟ لا مش طبعا ولا حاجه. لا هو المفروض عدل، المفروض يكون عدل. مش طبعا خالص، المفروض ان هم يشوفوا حاله ويبلغوا، يجيبوا الحكم وينبهوه عليها ويعيدوها اكتر من مره، ليه يعني باكتر من زاويه عشان يتاكد ان هم قالوا له في حاجه احنا شايفينها صح انت حسبتها غلط. فلازم يكون في التنسيق ده يا كابتن. الحكم ما يعاندش يا كابتن، في حكام بتعاند يا كابتن هاني، لا انا قراري سليم، الفار بيقول لك لا يعني معلش يا كابتن والله اكتر من ليه بقى عشان تطلع يعني ايه بتطلع هي الفكره كابتن يعني التنسيق ما بينهم مش موجود. السؤال اللي يمكن يتسال وانت كمان اكيد تابعت اسهام، هو علامه الاستفهام ان الكابتن جهاد جريشه ليه ما يروحش يشوف في خطا ولا لا، دي علامه الاستفهام بالظبط. ضربه الجزاء بخاصه ان هو كان بعيد جدا عن اللعبه وبالتالي زاويه الرؤيه مش باينه، طب طالما زاويه الرؤيه مش باينه وحكم الفار قال له في حاجه لازم تيجي تشوفها، يبقى ايه يا كابتن هاني؟ يبقى لازم في تقرير، لازم في تقرير يا كابتن من الجهاز بتاع الفار ممكن في الحكم
كويس ان احنا بلغناه بالحاله دي وما جاش. حلو قوي. اه طبعا الكلام جوه البار، خلي بالك كل الكلام اللي جوه البار ده مسجل كويس، ده بيكون مسجل كويس. فطبيعي جدا لو حكم البار ما قالش للكابتن جهاد جريشه فدي مشكله تانية على حكم الفار اللي جوه، لان حكم الفار شايف الصوره اللي مش شايفها الكابتن جهاد جريشه بناء ان هو اوت اوف بوزيشن. وده هدف الفار، ده هدف وده الفار الاساس. طب ايه رايك يا كابتن ايه رايك امبارح في الحاله بتاعت محمد شريف لما حكام الفار يشوفوها تمام وما يبلغوش كابتن جهاد جريشه انك تيجي تشوفها، تعاقب مين يا كابتن؟ المشكله بقى في الفار ولا مين طبعا حكم الفار نفسه. بالظبط كده طبعا. بالظبط لازم حتى حكام الفار لازم يكون لهم حساب. مليون في المية. بالظبط كده. بس مش حكم الساحه لا. هم يا كابتن انا قلت لك الانسجام والترابط بين المنظومه مش مظبوطه يا كابتن، مش موجود. كلها يا احمد إن لازم يكون في ترسيخ يا كابتن. ان كل عدم التكامل في او البروتوكول نفسه ما بين الحكام مش واضح، وحكم الفار عنده مشكله وحكم الساحه عنده مشكله، ما احنا اللي متضررين في الاخر، النادي الاهلي هو المتضرر. بالظبط. بتتكلم على 6 نقاط دلوقتي واحنا لسه في الاسبوع السادس. بالظبط. تخيل انت ان انت لو عندك دلوقتي انت مباراه المقاصة عندك فيها عندك المقاولين عندك سيراميكا كان فيها وادي دجله كان موجود البنك الاهلي كان لعب 9 مباريات كسب 6 مباريات اتعادل بيراميدز اتعادل دجله اتعادل البنك الاهلي بالظبط طبعا يا كابتن امتى النادي الاهلي كان بيتعادل يا كابتن يعني فاهم لا حضرتك بغض النظر مثلا يعني انا بتكلم انت ست حالات في 6 مباريات من مجموع 9 اسابيع طبعا طبعا بونتين يعني شيء غير مقبول يعني بونتين طبعا بيأثروا جدا طبعا يعني النهارده انت اول لسه بكره لسه الزمالك هيلعب فطبعا لا طبعا مهم جدا البنات اللي بتضيع دي حرام يعني وفي نفس الوقت انت كمان بتلعب على بطوله انت بتلعب على بطوله فدي مهمه جدا طبعا طب احنا بنتكلم النهارده على مشاركه مهمه جدا للنادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه تمام مش هنبكي على اللبن المسكوب زي ما بنقول لان احنا عندنا مشوارنا لسه طويل لسه اللي بيستنى الاهلي اهم ان شاء الله طبعا مع الدوري اكيد طبعا لكن احنا النهارده بنتكلم على مشاركه خلاص يعني اقل من يعني خلاص يوم 4 ان شاء الله مسافرين هم يوم جمعه ان شاء الله قول لي ايه اهم الحاجات اللي المفروض موسيماني يركز عليها في هذه اللحظات يعني طبعا البطولات المجمعه دي طبعا البطولات المجمعه دي طبعا وكمان زي ما يعني ما كنا طبعا بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه دي حاجه مهمه جدا وما ننساش طبعا تاريخ النادي الاهلي فيها كبير جدا جدا 2006 طبعا المركز الثالث دي اقوى حاجه عملناها طبعا كان جيل جميل جدا جدا كان مثلا من جوزيه وكان متعب وتريكا وفلافيو وشوقي كان مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا يعني فطبعا هم يعني انا عايز اقول ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر دي رقم واحد افريقيا باسم مصر الاول وبعدين قاره افريقيا كلها بيمثل قاره افريقيا طبعا العامل النفسي طبعا ده مهم جدا جدا يمكن حتى الكابتن هاني قبل كده ما شاء الله لما كنا بنتجمع بعد مثلا بعد نتيجه مش كويسه او هزيمه لازم الاول بنتجمع كلنا مع بعض اللعيبه الكبار بيتكلموا معاه المجموعه كلها كان مثلا الكابتن شوبير الكابتن حسام الكابتن هاني الناس الكبار كانوا بيجمعوا ده اللعيبه بيجمعوا الفرقه وبيبقى في كلام طبعا ايه يعني نقول عليه عامل نفسي او عامل معنوي نرفع معنويات بعض دي كانت مهمه جدا طبعا موسيماني لازم يشتغل على النقطه دي كويس قوي طبعا الكابتن سيد الحفيظ طبعا لازم يتكلم في الموضوع طبعا الحمد لله انا برضو يعني نحس بقيمه النادي الاهلي ان برضو اللي مسافر رئيس بعثه مين يعني الكبير بتاعنا الكابتن محمود الخطيب هو اللي مسافر رئيس بعثه فدي طبعا هتعمل برضو التركيز غير عادي من اللعيبه هيكون في طبعا انضباط في المعسكر ان شاء الله باذن الله برضو حته الدوافع والطموح برضو موجوده عند النادي الاهلي نادي بطوله كبيره بيمثلوا مصر زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله يا رب يعني يحققوا مركز اقوى من مركز 2006 اللي كان في رغم البطوله صعبه رغم ظروف مختلفه طبعا وجينا لاول مباراه رؤيتك لفريق الدحيل القطري من الناحيه الفنيه وقد ايه هذا الفريق وقول لنا نقاط الضعف ولو في نقاط قوه انت شايف فريق الدحيل ازاي يا كابتن والله يا كابتن هاني هو فريق الدحيل القطري طبعا يعني في الدوري القطري دايما محترفين طبعا عارف حضرتك طبعا دوري قوي جدا برضو النادي السد هناك طبعا اللي ماسك نادي السد طبعا تشافي طبعا ما شاء الله ده النادي المركز الاول نادي سد نادي الدحيل بالمركز الثاني ولسه هو لعب حوالي 15 مباراه كسب 9 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل مباراه وطبعا حته خساره 5 مباريات دي يا كابتن هاني مؤشر ان في خلل عندهم في الدفاع تمام دي بقى ان شاء الله باذن الله هم اكيد اتفرجوا على مبارياتهم يقدروا يشتغلوا عليها عايز اقول لك ان عندهم محترفين كويسين قوي قوي عندهم مهاجم كيني مش ممكن يعني 6 مليون دولار اليونج تقريبا يعني لاعب مهم جدا
وفي كمان لاعب اسمه معز طبعا لعيب كويس قوي أيوة مهاجم كويس قوي. عندهم برضو بن عطيه موجود برضو في الفرقه وكريم برضو لاعب ايراني مميز جدا جدا. عندهم اتنين سنتباكات كويسين قوي كابتن, حارس مرمى كويس جدا. يعني فريق بيضم حوالي 6 لعيبه او 7 لعيبه, القيمه التسويقيه ليهم كلهم حوالي 30 مليون يورو و700 الف, عاليه جدا. فطبعا نادي كبير واحتراف, ومش عايز اقول لك منظومه كبيره جدا جدا نادي الدحيل دوت. انا عايز انا مش بخوف اللعيبه لا, ده انا بقول لك الخوف بيبقى تركيز, الخوف بيبقى احترام, الخوف بيبقى تحضير كويس, الخوف بيبقى التزام من اللعيبه ان انت برضو تشوف المنافس وتقراه بشكل كويس وتشوف نقاط القوه اللي فيه ونقاط الضعف اللي فيه. وان شاء الله باذن الله اعتقد برضو ان السدباكات عندهم مش بنفس القوه, لان لما تخسر خمس مباريات مهدي بن عطيه هو طبعا سدباك بيلعب المركز ده, بس هو عنده خبرات, لكن عنده خبرات ومعاه جنبه كمان معاه لاعب مصري اسمه احمد ياسر محمدي, اخو حسين ياسر محمدي طبعا هو معاه الجنسيه القطريه وبيلعب اساسي جنب بن عطيه. فبرضو يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي طبعا انا بتكلم عنهم كويس, ونفس الوقت طبعا ما شاء الله حدث ولا حرج على لعيبه النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي, وان شاء الله باذن الله يا رب كلهم التوفيق في البطوله دي باذن الله ان شاء الله. طب الفروقات اللي موجوده دلوقتي في الاهلي مختلفه عن النسخ السابقه ليه؟ يعني اتكلمنا عن الفروقات ديت بالنسبه للنادي يا كابتن نخل. والله هو احنا بنتكلم برضو ان المهاره والموهبه بدات تقل شويه على مستوى مصر كمان يعني لكن بفضل الله برضو يعني ان شاء الله باذن الله عن مشاركاته قبل كده طبعا طبعا مقارنه يعني بمشاركات الاهلي قبل كده بالظبط في النسخ السابقه بالظبط الوضع اتغير طبعا, والسيستم برضو كره القدم ده برضو بقى منظومه ثانيه خلاص. كره القدم بقت صناعه بقى فيها برضو داخل طبعا طبعا الاستثمار الرياضي برضو داخل في الموضوع دوت برضو بشكل كبير جدا جدا. حته برضو اعارات اللعيبه وان بتطلع اللاعب اعاره عشان برضو يقدر يلعب مبارياته ويشارك يعني نقول ينضج فنيا يجي لك تاني ما شاء الله بشكل افضل. يعني زي نصر الملك لما راح سموحه كابتنين ورجع تاني برضو الحمد لله برضه كان اضافه. محمد شيري برضه السنه اللي فاتت كان هداف الدوري ورجع تاني الحمد لله. احمد ياسر رجع برضه طلع اعاره برضه عشان ما يقعدش عشان يلعب عشان برضه فرصته قليله في المشاركه. فدي طبعا اللعيبه اللي موجوده كمان انا بصراحه يعني ديانج السوليه حمدي فتحي دول نص الملعب حاجه قويه جدا علي جدا. معلول امبارح كمان علي معلول ايمن رائع علي رائع. يعني ايمن اشرف امبارح بصراحه يعني بنتكلم على كابتن اني على المدافعين ما شاء الله وحضرتك عارف ايمن هايل يعني سردباك يبني هجمه ويزيد بالشكل ده وفي الالتحامات قوي وفي الرقابه كويس قوي قوي. يعني حته برضو امبارح يعني بصراحه عمل مباراه كبيره ايمن اشرف هو علي معلول طبعا, وفي مجموعه طبعا اللعيبه اللي نزلوا برضو كان برضو عجبني جدا الباك رايت اللي نزل بيكهام كابتن برضو كان طبعًا كويس قوي وقف الحته دي بشكل كويس بصراحه. يعني لا النادي الاهلي مليان الحمد لله بالنجوم. ايه اللي كان ناقصنا عشان نكسب امبارح؟ والله يا كابتن هاني من بدايه المباراه احس كده ان انت يعني ايه يعني في شيء من الخوف كده, حرص زياده عن اللزوم. ليه حرص زياده عن اللزوم؟ تلعب يا كابتن العب الحمد لله رب عندك الجناحين عندك طاهر وعندك حسين شحات عندهم سرعات كويسه قوي. قفشه برده حالته كويسه برده الشريف الحمد لله برده مهاجم كويس قوي في اي وقت بيقدر يجيب جون. يعني برده كهربا كان نفسي قوي كهربا يبدا كان نفسي يعني يبدا. تفتكر ان كهربا حتى على مستوى التبديل كان ممكن ينزل بدري شويه هيفرق مع النادي الاهلي لان كان اول ينزل بدري والله كابتن هاني ويبدا كمان يا كابتن بصراحه عنده سرعات كهربا كويس قوي من اللعيبه اللي بيعمل لك يعني جبهه كويسه قوي وبيزيد وعجول كويس يا كابتن بيني كويس عجول كمان كهربا فيعني برضه هو وطاهر كويس جدا برضه طبعا وحسين برضه ما شاء الله حالته ان شاء الله يبقى كويس. لا لا ما النادي الاهلي يا كابتن الحمد لله يعني ما شاء الله مليان بالنجوم يعني ديانج يقعد امبارح كان مفاجاه بالنسبه لك والله يا كابتن. انا بصراحه يعني بقول لك مصر الموسيماني يعني انا بحب حمدي فتحي جدا يا كابتن والسوليه طبعا ما شاء الله حالتهم كويسه وعمل ماتش كويس يعني طبعا عمل ماتش كويس بس كانت مفاجاه بالنسبه لك كابتن. انا ديانج يعني الامانه يعني انا لازم يكون موجود بصراحه كابتن. هو يعني حته 6 و8 دي كابتن هاني بيوم الاثنين يا كابتن يعني 6 و8 هو عنده لياقه بدنيه عاليه قوي تمام دي ميزه كبيره جدا فيه تمام بيعمل الزياده بشكل كويس قوي قوي. ده كمان بينهي يا كابتن يعني هو كمان بينهي على الجول بشكل كويس ومجرد يا كابتن ما بيفقد الكوره في ثانيه بتلاقيه بيتمركز في مكانه ثاني ديفندر في نص الملعب 6 واقف مظبوط. فدي برضو يعني اتمنى يا رب اتمنى ان شاء الله انا مش بفرض حاجه لا ده انا بقول رايي يعني رايك بالظبط لعيب كبير وشغال على المستوى الراجل ده لازم يكون موجود في نص الملعب ان شاء الله باذن الله مستقبلا طبعا ربنا يوفق المجموعه اللي موجوده بس دوره مهم يا كابتن وبيدي قوه لنص الملعب
انا بتكلم في حاله الدفاع والهجوم بس، هو مش بيدافع بس يا كابتن هاني، هو بيشتغل ساعات 8 فعلا بالظبط كده. فاتمنى يا رب ان شاء الله يكون له دور في الفتره الجايه والبطوله دي ان شاء الله ان شاء الله. طب قبل ما نكمل كلامنا عن المونديال واحنا رجعنا تاني للدوري، اخد رايك بقى في الدوري بشكل عام الموسم ده لحد دلوقتي، وبعدين نكمل كلامنا عن كاس العالم للانديه. والله الدوري يعني اشوف برضو في فرق قويه ما شاء الله، في فرق بدات تظهر يعني، شايف وادي دجله برضو فرق بتلعب كوره كويسه قوي، بس النتائج وحشه، نتائج مش حلوه، مش مساعدهم مكانتهم بصراحه. برضو الزمالك برضو ماشي كويس. الفرق اللي صعدت عملت شكل في الموسم الجديد، عملت شكل للموسم ده. اشوف ان فرقه سيراميكا اقوى الفرق اللي صعدت، ان عامله بصراحه لانه جمع لعيبه كويسه قوي. يعني على الاقل جايب 4 أو 5 لعيبه من مقصه يا كابتن هاني، فهتلاقي الانسجام موجود. يعني لما تلاقي 4 أو 5 مؤثرين في فريق قوي زي المقصه وسيراميكا يجيبهم ويتوظفوا بشكل جيد. لا يعني بس خلي بالك كابتن احمد، من زمان احنا متعودين على الثلاث فرق اللي بيطلعوا، يمكن دلوقتي بنتكلم في الاسبوع التاسع انت بتتكلم على ثلاث فرق سيراميكا، البنك الاهلي، غزل المحله، هتلاقي ما بين المركز التاسع والعاشر وال11 دي مراكز تعتبر للفرق الصاعده بالنسبه لي طبعا مقارنه بالسنين اللي فاتت. لا ماشيين بشكل كويس يعني، ماشيين يا كابتن كويس، حتى غزل المحله مش كويس، حتى المحله ما غزل المحله برده ما بيخسرش يا كابتن، يعني اعتقد برده ماشي كويس برده لما ياخد بونت برضه من انتاج يعني لسه النتائج من اسماعيلي طبعا. طيب يا كابتن برضه لحد 4 ضربات جزاء يا كابتن في المباراه، وفي اصرار وفي حماس من لعيبه غزل المحله، ده حاجه كويسه قوي. صحيح كابتن خليل دي برضه عامل شغل كويس معاهم ويعتبر برضه ابنهم، فدي يعني مش وحشه. محمد يوسف برضه مع البنك الاهلي برضه، محمد كويس برضه، مدرب كويس ومجمع لعيبه كويسه برضه، والنادي مساعده. صحيح. نادي البنك الاهلي يعني اعتقد يعني ده في لعيبه ب 3 4 مليون يا كابتن هاني، يعني ما شاء الله لما فريق يصعد ويجيب لعيبه كده دي حاجه كويسه قوي طبعا يعني. صحيح. طيب عايز نقطه اخيره بالنسبه للدوري، مشوار الدوري لسه طويل ما فيش شك. النادي الاهلي يعني كان نفسنا كلنا ان احنا حتى مباراه بيراميدز ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه علشان على المستوى المعنوي تساعدنا هناك، لكن مشوار الدوري لسه طويل. الجزء المهم جدا الاسبوع بتاع كاس العالم للانديه دوت، ان شاء الله مباراه الدحيل ويا رب ان شاء الله مباراه البايرن. شايف ان شاء الله، انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن شايف كمان ان شاء الله لو عدينا مباراه الدحيل رؤيتك الفنيه لمباراه البايرن، واحنا عارفين الكره ما فيهاش كبير يعني. والله يا كابتن هاني اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله. عايز تلعب ماتش زي ده؟ طبعا يا كابتن ما شاء الله يعني بطوله كبيره جدا طبعا، وشرف لاي لاعب ان يكون موجود. صح. ان شاء الله باذن الله. بس طبعا يعني انا يعني مش عايز اسبق الاحداث اللي حضرتك قلت طبعا، لكن يعني الخطوه بخطوتها اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني يتوفقوا يا رب مباراه الدحيل طبعا يعدوها على خير الاول ان شاء الله. وطبعا انت بتتكلم في البايرن ميونخ يا كابتن هاني، يعني ابطال اوروبا ودوري وكاس واحسن مهاجم في العالم عندهم. ايه المشكله ومولر يا كابتن، ومولر وبواتينج ونوير، يعني انت بتتكلم في فريق كبير يا كابتن هاني ما شاء الله. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ده يكون شرف لينا احنا ولاعيبه النادي الاهلي، ويعملوا واللعيبه كمان تصدر تاريخ ليهم ان انت تعدي عقبه الدحيل القطري القوي. ليه لا؟ انا بقول قوي ليه لا؟ ما انا بقول ان شاء الله. ليه لا؟ انت النهارده كنت بتلعب بطل العالم منتخب مصر الكامل، وما كانش فيه فروقات كبيره جدا. والله شرفونا جدا النهارده منتخب اليد بصراحه، يعني الواحد سعيد جدا جدا بادائهم وروحهم طبعا. ويعني لما تشوف مصر كلها متجمعه في ساعتين كده في حب مصر، ده اسمه النهارده الماتش، ماتش مصر ده ودلوقتي النهارده اسمه كده ساعتين في حب مصر بصراحه، يعني قبل المباراه والتحليل قبل المباراه والساعه بتاعت المباراه دي بصراحه. يعني انا بشكرهم جدا جدا طبعا يا كابتن هاني من خلالك ومن خلال سهام وبرنامج البيت الكبير طبعا، بشكر لعيبه منتخب مصر اليد كلهم بدون استثناء بالجهاز الفني وكمان اللي ماسكين المنظومه بصراحه. انا بقول لهم انتوا شرفتونا واسعدتونا، وخروجكم النهارده ده خروج بشرف، يعني لان انتوا كنتوا بتلعبوا فريق كبير قوي، فريق قوي جدا جدا جدا، بطل العالم طبعا طبعا. وانت كنت نادي قوي ليهم يعني. كابتن احمد ده اللي يديك امل فعلا ان انت كنادي اهلي الكيان الكبير ده ممكن يتخطى عقبه الدحيل ان شاء الله باذن الله. انا بس يعني بقول فريق قوي يا سهام. ليه بقول ليه كده؟ بقول عشان يكون في تركيز اقوى، عشان يكون في تحضير منهم ان شاء الله من لعيبه الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله والجهاز الاداري، ان لازم تجهز كويس قوي، لازم تستعد كويس قوي، لازم تتابع الفريق ده وتشوف اخر مباراه. يعني انا بتكلم ان هو يعني الخمس خسائر دول يا كابتنيه برضو انت شوف خسر المباراه
ازاي اشوف فين الخلل. لسه حتى مباراه الكاس كسب الاهلي القطري كسب 6-0، ده برضو يديك كويس. يديك مؤشر على القوه الهجوميه، يديك مؤشر ان الفريق كويس جدا بالزبط. على فكره يعني اعتقد ان الجهاز الفني متابع اكيد بشكل كبير عن ناحيه التحليل الفني والاداء الفني ده اكيد بالزبط. بدا النادي الاهلي خلاص بدا موسيماني يتكلم معاه مع اللعيبه بدايه ان شاء الله من النهارده وبكره صح، واستمرارا لغايه ان شاء الله لغايه يوم 4. ف نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يظهر باداء يشرف. طب بايرن ميونخ كابتن هاني طبعا ان شاء الله اكيد متابع، يعني خرج من كاس المانيا من فريق درجه ثانيه ثالثه صح ولا يا كابتن؟ ثالثه درجه ثالثه كمان تلتة. طيب يعني الله اعلم ممكن يكون مش في حالتهم وريال مدريد ده مش يومهم، لكن خسر وطلع من كاس المانيا، فبرضه دي برضه يقول برضه القوه دي كلها ومجموعه النجوم دول كلهم تمام، ممكن انت برضه تبقى يعني حالتك لو كويسه قوي، لو في العامل النفسي زي ما قال سام في الاول ازاي مستر موسيماني يتعامل معاهم، وده شيء مهم جدا جدا في البطولات المجمعه يا كابتن. انت عارف من ايام كابتن حسن شحاته والله يرحمه كابتن الجوهري حته طبعا. التجمع دي برده كانت كويسه قوي بتعمل نتيجه ايجابيه مع المنظومه كلها واللعيبه كلها. فاتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يتوفق في مع الدحيل ويفوز عليه ان شاء الله، ونقابل ان شاء الله بايرن ميونخ باذن الله يكون تاريخ للعيبه وللنادي والمنظومه كلها ان شاء الله. افتكر ان موسيماني زي ما حضرتك ذكرت بالنسبه لكهربا وانه يريح عدد من اللعيبه الاساسيه، هو برضو اكيد يعني مش عايز اقول غصبا عن، بس ده طبعا ده طبيعي ان انت تبقى عينك على مباراه مهمه ومشاركه مهمه في حدث عالمي زي ده. امبارح محمد شريف لو ما كان يعني كان لا قدر الله كان ممكن يتصاب مظبوط في ضربه الجزاء ديت. محمد هاني اتصاب محمد شريف ومحمد هاني صاب طبعا مشكله طبعا لما نزل بكم. فاكيد الـ يعني التريحات ديت او ان انت تريح لعبتك عشان المشاركه دي، ده كمان كانت موسيمان يعني عليه بشكل كبير يا كابتن. دي مهمه برضو. وفي حاجه الحمد لله برضو ان في النادي الاهلي برضو الحمد لله ان عنده دكه بره كويسه قوي اساسيه. اللعيب البديل الحمد لله بنفس الكفاءه الفنيه للعيب الموجود، يعني انا بقول ديانج قاعد بره، بقول كهربا قاعد بره، بيكهام قاعد بره، بتكلم في يعني مجموعه يعني ما شاء الله كابتن. نشوف الناس اللي بره عامله ازاي. عندنا وليد سليمان برضو، سعد سمير برضو لو نزل هيكون كويس سعد وربيع. يعني انت برضو يعني حته برضو البديل ده كويس قوي، ودي الفرقه القويه، دي الفرقه اللي بتكمل يا كابتن، انت يكون عندك بديل كفء بنفس بنفس القيمه الفنيه بتاعت اللاعب اللي موجود. بس دي بتبقى يعني هي مش ازعاج للمدرب على فكره لما يكون عندي في كل مكان اثنين افضل من بعض. بالعكس ده شيء ممتاز طبعا، ده تخليني تديني حيره اختار الافضل وده افضل حاجه كابتن هاني. ان طبعا حضرتك كنت موجود عارف، انت شايف لغايه دلوقتي موسيماني وصل للتشكيله الافضل بالنسبه لك؟ يعني خلاص هو بالنسبه له دلوقتي خلاص عارف متاكد 100% ان التشكيله ديت هي التشكيله الافضل على هو كابتن هاني. حضرتك انت حافظ الفرقه ده، حتى انت لو سالت سامح هتقول لك الاربعه اللي ورا، هتقول لك يعني ايمن اشرف وبدر بانون، ومثلا لو مش موجود محمد هاني هيبقى بيكهام، هيبقى علي معلول، هيبقى مثلا السوليه وديانج او السوليه وحمدي فتحي، هيبقى قفشه تحت المهاجم، هيبقى حسين الشحات او كهربا تمام، ويكون مثلا اللاعب المقاولين اللي جه طاهر محمد ممكن يكون ورقه موجود معانا، وولتر بواليا مهاجم او محمد شريف مهاجم. الفرقه واضحه لكل كابتن خلاص، انت احنا حافظينها، مفيش حتى لما تيجي تغير بتغير جناح من الجناحين خلاص. انت عندك قوه هجوميه غير عاديه يا كابتن، انت عندك قفشه تحت المهاجم دلوقتي ما شاء الله واحد من افضل صناع اللعب في افريقيا كلها، محمد مجدي قفشه بيشوف كويس قوي، عنده باص ممتاز بيوصل اي حد للجون، دي ميزه عندك لاعب زي ده ميزه، هو الراجل كمان بيحبه جدا انا عارف. طب وليد سليمان برضو لما بينزل بتبقى حالته كويسه قوي قوي، يمكن انا حتى بعتب على مستر موسيماني ان هو بدا بيه في المباراه البنك الاهلي ان هو اتصاب فيه. انا يعني هو وليد بينزل بيعمل لك اضافه جامده جدا، خلاص حافظ على دي بالظبط كده. وليد حتى وليد ما اشتكاش، وليد ما شاء الله من اللعيبه الملتزمه جدا كابتن هاني طبعا، بيحب النادي قوي، بيحب الشغل قوي، لما بينزل بيكون مؤثر. فهو حتى وليد ما شاء الله خلاص اتاقلم على كده، بينزل بيكون مؤثر بيكون ايجابي. انا حافظ على ده، انا حافظ على ده يا كابتن. بس وان شاء الله صحيح. باذن الله اعتقد يعني النادي الاهلي مليان بالنجوم طبعا إن شاء الله. طبعا على مليان. نفس المستوى لو اتكلمنا على وليد سليمان، انت بتقول ان هو كان خلاص وليد يعتبر الجوكر بتاعك بينزل اخر ثلث ساعه طبعا. تعتقد برضو كان في جزئين من الناس بتتكلم في ان هو ابدا بمحمد شريف دايما المباريات، ودي والتر بواليا جزء من المباراه في الشوط الثاني، ولا ابدا ب والتر ويخلي شريف ورق معايا رابح. انت شايف ايه من الناحيه الفنيه اني افضل؟ والله يا كابتن هاني انا بس والتر بواليا بس عشان في كلام كتير جدا على اللاعب دوت تمام،
يمكن انا برضو تابعته شويه لما كان في الجونه، لعب كويس قوي كابتن، لعب مؤثر، لعب سريع، لعب قوي، عنده شخصيه. هو كابتن هاني لسه ما خدش، يعني احنا بنقول حتى مستر الموسيماني في المؤتمر الصحفي قال ندعي له او نصلي، يعني راجل جميل يعني راجل جميل بيقول يعني هو نفسه نايس يقول له هو نفسه يا كابتن التوفيق بس مثلا هو كابتن هاني نفسه التوفيق، هو راجل عاوز يقول كده بكل الكلام ده، بيقول نفسه اني توفق يجيب جول. ممكن تقول يا كابتن ان هو لما بدا بيه ما جابش تمام، كان المفروض حتى مباراه البنك الاهلي كان لازم ياخد يا كابتن، كان لازم ياخد طبعا خلاص. انا ما شاء الله صفقه قويه يا كابتن. ما هو احمد على فكره هو لعيب كويس جدا. هشرح لك وجهه النظر كان وجهه النظر وانا اعتقادي كمان وجهه نظري انك عندك اتنين كويسين قوي تمام ماشي، انت بتتكلم محمد شريف ووالتر طبعا واحد لسه جاي لسه داخل ومروان كمان يا كابتن كويس، مروان داخل مروان ان شاء الله جاي. بس خلينا نتكلم في الفتره اللي فاتت ماشي ماشي، ان والتر جاي من الجونه نجم كويس وامكانياته كبيره جدا، لكن داخل على النادي الاهلي لسه ما اندمجش شويه، خاصه انت عارف ان الثلاثه اللي بيلعبوا تحتيه لازم يكون في اديله نص ساعه كابتن لما يجي يقعد واديله نص ساعه بقى ماشي. محمد شريف بالظبط كابتن، ليه بقى ادخله في الجزء الثاني من الماتش بالظبط عشان ينزل بدون ضغوطات بالظبط واحده بالظبط يعني كده مظبوط، لما ينزل ما يكونش عليه ضغوط كبيره، وبالتالي يعني ده عملها موسيماني المباراه اللي فاتت، يعني المباراه اللي فاتت عمل كده، وانا شايف ان والتر لعب بدون ضغوط رغم ان هو برضو يعني كان مؤثر جدا في الحته اللي قدامه وكان ليه هدف. انا من خلالك يا كابتن هاني عايز بس اطمن جمهور النادي الاهلي، انا بقول لك يا كابتن اللعيب ده لعيب كويس قوي طبعا، كلنا ثقه فيه يعني. قوي جدا، لعيب عنده سرعات، لعيب على الجول كويس، لعيب بيني كويس على الجول يا كابتن هاني تمام. فانا بقول لك يعني ده فلافيو يا كابتن قعد سنه ما يجيبش جوان يا كابتن في النادي الاهلي، فاكر ولا لا؟ سنه كامله ما يجيبش جوان، والاعلام المصري كله طلع على مانو جوزيه انت ما عندكش فلافيو بدا خلاص ما شاء الله، ده شاشه كنا هنعلق له صوره في امام بوابه النادي الاهلي فلافيو كابتن خلاص بقى حاجه جامده جدا، بقى هداف وكاس العالم للانديه وافريقيا وكاس ودوري. لا يعني ده انا بقول لك نصبر شويه عليه، محتاج جول فعلا بالظبط كده، نصبر شويه عليه طيب. وان شاء الله باذن الله هيكون يعني باذن الله يكون يعني ايجابي الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها بقى للاعبتنا ولجمهور النادي الاهلي اللي داخلين ان شاء الله على بطوله بقى ولا اروع زي ما بيقول. والله انا طبعا بوجه طبعا رساله لعيبه النادي الاهلي والجهاز والمنظومه كلها ان شاء الله ان انتم بس باذن الله تركزوا قوي البطوله دي ان شاء الله باذن الله، يعني انتم بتمثلوا مصر ثاني وبتمثلوا قاره افريقيا، ان يكون التركيز عندكم عالي قوي وكل لعيب عارف هو بيجهز ازاي وبيحضر نفسه ازاي لبطوله زي دي قويه. واتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب ان يعني التجمع دوت يكون فيه الفه اكتر من كده كمان، يكون فيه انسجام حتى والتر بولي المفروض يخش في وسط اللعيبه لسه جاي، الناس اللي موجوده برضو تحتويه، النجوم الكبار يعني الشناوي والكباتني يحاول يدخلوه مع الفرقه كده بس عشان ايه ياخد عليهم بالظبط كده ان شاء الله باذن الله. واتمنى يا رب التركيز ان شاء الله ان هم يقدروا مباراه الدحيل ان شاء الله يا رب ينهوها بشكل ايجابي ويفوزوا ان شاء الله ويوصلوا باذن الله يعني لمباراه البايرن باذن الله يكون حاجه كبيره لنا كلنا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله يا رب. كابتن احمد بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا في البيت الكبير حبيبي يا كابتن، وبنستمتع بيك دايما، وان شاء الله باذن الله يعني قريب نشوفك بقى. الله يخليك يا كابتن، نكسب بس مباراه الدحيل ان شاء الله ان شاء الله ونيجي نحللها مع بعض ان شاء الله. حبيبي يا كابتن هاني سعيد جدا الموجود مع حضرتك ومع سام طبعا، وان شاء الله رب في تالق دايما على طول ان شاء الله. الله يخليك، شكرا ليك يا كابتن احمد. طبعا نظام الاداره في الاهلي مختلف بدليل اخر شهاده النهارده بيحصل عليها النادي الاهلي، شهاده الايزو اللي طبعا بتتكلم في نظم الاداره وازاي النادي الاهلي محقق ده بشكل كبير جدا في داخله. ومفيش افضل من ان واحد داخل هذا الكيان ومتحدثه الرسمي واعلامي طبعا زميلنا يعني شريف فؤاد يكون موجود، مفيش افضل منه انه يكون موجود علشان يتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل وعشان حضراتكم تفهموا اكتر النادي الاهلي فين وعينيه على ايه في الفترة اللي جاية. مع الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي المعروف في صحبة شريف فؤاد بعد الفاصل، وإحنا إن شاء الله نشوفكم على خير بكرة في البيت الكبير. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وأهلا بيكم في لقائنا الأسبوعي اللي بسعد الحقيقة بهذه الإطلالة من خلاله عبر شاشة قناة النادي الأهلي وأيضا برنامج البيت الكبير. الشكر جزيل وموصول لزميلي العزيزين الحقيقة سهام صالح وهاني رمزي اللي استمتعنا بيهم على مدى الساعتين الماضيين، وأيضا على
هذه التقدمة الرائعة من زميلتي والأخت العزيزة سهام صالح. النادي الأهلي زي ما احنا دايما بنتكلم وبنقول الحقيقة أو بنقر أمر واقع، هو منظومة إدارية شديدة الانضباط، وبالتالي النجاحات اللي بيحققها على كل المستويات ما بتكونش وليدة صدفة، ولكنها الحقيقة نتاج جهد مخلص وعمل دؤوب بتقوم به إدارات مختلفة في النادي. مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيضع الرؤية والاستراتيجية وبيتابع كل كبيرة وصغيرة، وقطاعات وإدارات مختلفة في النادي بتنفذ هذه الرؤية. لعل الإدارة التنفيذية اللي بنشيد بها وبنحييها الحقيقة، خصوصا بعد فوز الإدارة أو حصول النادي الأهلي في قطاعات ثلاثة مهمة داخل منظومة النادي الأهلي على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 بعد تدقيق مهم جدا ومراجعة من مراقبين دوليين، ده بيؤكد زي ما بنقول بيؤكد المؤكد، هو أنه النادي الأهلي دائما على الطريق الصحيح والسليم، وأنه بيبقى دايما سابق الآخرين بخطوة مع كل تقدير ليهم بالطبع، لكن يعني هذا هو قدر النادي الأهلي كمنظومة رياضية شديدة الانضباط. النهاردة هنتكلم عن هذه المنظومة ورؤية نقدية ليها وبحيادية تامة مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الصديق العزيز الأستاذ جمال الزهيري اللي بسعد بصحبته في هذه الليلة. مرحبا بك أستاذ. أهلا بيك أستاذ الشريف، وأشكرك على تلبية الدعوة يعني. لا بالعكس، وأنا سعيد جدا. سعيد على الأقل نتقابل، اللي بقالي سنين ما تقابلناش يعني. حضرتك صديق عزيز وكاتب مبدع، فيش اتنين في مصر بيختلفوا على حضرتك. ربنا يخليك. الحقيقة الواحد لما يكون في حضرة أبناء مصر المخلصين بيكون في قمة السعادة. لا أنا شايف كمان والله يعني النادي الأهلي يعني أحسن صنعا، مش مجاملة ليك والله، باختيارك كمتحدث يمكن رسمي، لان انت عارف بتقول ايه وامتى تتكلم وامتى ما تتكلمش، ما عندكش حب الكلام في اي وقت، لان انت اصلا ده مجالك، فالمساله بالنسبه لك ما من كثر كلامه كثر لغته. وبعدين النادي الاهلي الحقيقه عنده منظومه اعلاميه، هو ده بالظبط بقى المدخل اللي انا عايز اتكلم فيه، انه حتى ادائك كمتحدث رسمي داخل في اطار نفس القيم بتاعه المنظومه. صحيح. اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي من سنين، من زمان يعني قبل حتى يمكن انك تاخد شهاده الايزو في الاداره. صحيح. في الاداره. صحيح. اداره الانديه كنا دائم الاشاده باداره النادي الاهلي بالظبط. صحيح. يعني كلنا ما فيش ولا واحد اختلف على انه النادي الاهلي هو سر انتصاراته ونجاحاته هي الانضباط الاداري. الانضباط الاداري. صحيح. لانه دائما نقول ايه، هي اداره مركزيه ولكنها ايضا بتعطي استقلاليه لكل الجهات. يعني انت لو عندك لو في اي حد عنده شكوى من حاجه لا يتخطى الرئيسه، يعني بيبقى مثلا في قطاع كره القدم نادرا لما تلاقي لاعب بقى لعيب يروح لرئيس النادي ولا لجنه التخطيط خالص، هو اقصى مدير الكوره بالظبط كده، فهو السقف بتاعه مدير الكوره وهكذا في كل القطاعات. ويمكن ده انا برضو واحد من الناس اللي عشتها في النادي الاهلي من بدايه الثمانينات، برضو لما كنت في مجله النادي الاهلي وكده لسنوات طويله، كان ده هو الكابتن الله يرحمه الاستاذ عبد المجيد نعمان طبعا، كان هو سقف التعامل الزملاء الصحفيين الموجودين في المجلة بالظبط. يعني كل الناس اللي في المجلة تعاملاتهم مع مين؟ مع الأستاذ عبد المجيد نعمان، اللي هو حتى ممكن ينقل مشاكلنا والحاجات اللي احنا بنعاني منها بأي شكل لمجلس الإدارة. لمجلس الإدارة، مجلس إدارة المجلة. لمجلس إدارة المجلة. ومجلس إدارة المجلة تنقلها إلى مجلس إدارة النادي. فهو ده السيستم اللي ماشي، ويمكن هو ده اللي عليه كان سهل قوي انه النادي الاهلي ياخد شهاده الايزو. اصل الاداره كمان ما هيش فهلاوه يا استاذ جمال، الاداره علم وفن يعني زي ما اتعلمنا زمان في الجامعه يعني طبعًا. يعني ما هي الاداره ده علم بيدرس. صحيح. يعني بس انا بشوف ان هو موجود من قبل ما يدرس، موجود من خلال القيم اللي متفق عليها بلا علم، يعني اللي هو بدون ترتيبات. لا هو ده سر النجاح، والله ما بقول هذا الكلام مجاملة، بقوله في كل مكان، مش بس في قناة النادي الأهلي، لأنه هو دي الحقيقة اللي احنا لابد الناس كلها تعترف بيها، وانت بتاخدها كمان يا أستاذ شريف من على لسان اللي مش منتمين للنادي الأهلي. صحيح. ييجوا يكلموك دايما يقولك في إدارة، إدارة في سيستم في نظام، ولذلك الناس ما تزعلش
مفروض يعني لما حد بقى من الناس اللي بتتضايق شويه اما تيجي تقول له قيم النادي الاهلي يقول لك يعني ايه قيم النادي الاهلي؟ لا ما هي معروفه قيم النادي الاهلي معروفه. هو بالمناسبه استاذ جمال وعفوا لمقاطعتك يعني احيانا يعني لما بنتكلم عن قيم ومبادئ النادي الاهلي انا في تقديري وحضرتك تصحح لي فضل. انا دايما بقول ان هي مجموعه من المواقف بالظبط والمبادئ والمبادئ المواقف اولا اللي اتخذتها الحقيقه القيادات المختلفه للنادي خاصه رؤسائه على مر العصور من قرارات تربويه من تاكيد لقيم تسامح ومحبه من انضباط من كل رئيس نادي وكل رئيس قطاع اضاف لهذه المجموعه فاصبح عندك دستور غير مكتوب بالزبط. هو بيمثل ما نسميه قيم النادي الاهلي هي قيم او تصرفات او قرارات مبنيه على تصرفات ومتوارثه منذ عشرات السنين صحيح. منذ تاسيس النادي الاهلي سنه 1907 تلاقي الناس كله عارف حتى لو انت عندك اراء شخصيه وبقيت رئيس النادي الاهلي بتجد نفسك محكوما بدستور اللي صحيح. احنا بنقول عليه اللي هو بيحكم هذا المكان ده فده في حد ذاته انا بقول يعني ما حدث مؤخرا من تكريم للنادي الاهلي في هذا المجال واعطاءه شهاده الايزو انا بقول ان هو اقرار رسمي بالامر الواقع صحيح يعني اذا جاز التعبير بس قد يقول قائل او يسال سائل يعني استاذ جمال طب وهل النادي الاهلي بحاجه الى مثل هذا النوع من الشهادات حتى وان كانت تمنح من شركات محليه ودوليه لتاكيد انضباطه وعمله الاداري ولا هو بيكون النادي عايز يراجع منظومته ويتاكد انها متسقه مع العلم والنظم الاداريه اللي بالعكس بقى ده تاكيدا لكلام حضرتك هذه اللجنه او هؤلاء المراقبين والمفتشين كان بالاضافه لان هم اقروا ان النادي الاهلي يستحق هذا اللقب يعني او هذه الجائزه قالوا ان هناك بعض الملاحظات والنادي الاهلي رحب بيها يعني مجلس اداره النادي الاهلي ما قالش لا احنا عندنا كله تمام يعني طبعاً. عايز اقول انه الشيء جميل انه لما حد يلفت نظرك حتى لو انت 90-95% ادائك مظبوط او 99% في 1% او 5% ده طبيعي. انت محتاج ان انت تطوره محتاج تجود فانت هنا ما انتش محتاج الشهاده بان انت اداريا مظبوط يعني انت لم تسعى اولا لانك تحصل عليها بشكل انه في نوع من التفاخر ابدا احنا امبارح كمان كنا بننوه الحقيقه اول امبارح انه لما تقرر النادي الاهلي يخضع لعمليه المراقبه والتدقيق الموضوع ده تم في شهر يعني عاده المؤسسات بتستعد قبلها بسنه لكن انه الاداره التنفيذيه تقول انا مستعد وفي خلال شهر يبدا المراجعين تدقيق ومراجعه ويجد كل يوم ويجد كل شيء منضبط طبعا يبقى ده دليل على ان انت بتطبق هذه القواعد مش لمجرد ان انت تاخد لقب يعني هسألك سؤال او حاجة موازية ليها انت بتاخد الدوري العام في كرة القدم صحيح هل خططت له موسم او اتنين او اربعة لا عشرات السنين انت عندك عشرات السنين رؤية معينة موجودة وشيء حتى بيبقى موجود جوه اللعيبة جوه الاداريين الكل بيبقى منتمي وبيحترم جدا وجوده جوه النادي الاهلي صحيح فده شيء هايل يعني طبعا خليني يعني الشيء بشيء يذكر تحيه واجبه والتهنئه الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعاً. والاداره طبعاً. التنفيذيه على هذه الشهاده المهمه والحقيقه دار حوار بيني وبين اخويا وصديقي كابتن محمد مجان المدير التنفيذي للنادي قال ان احنا بنعتبر دي بدايه هما بداوا بثلاث ادارات فقط وهما بيسعوا الى فكره الميكنه التامه والتحول الرقمي والقضاء على الاستخدام الاوراق عشان ياخدوا اصدار 2020 مش بس اصدار 2015 ولا حاجه لافته قال لي انه الحقيقه مش اول ما نسميه مراجعه او تدقيق لانه بالاساس انت مؤسسه حكوميه فبيجي لك هيئات رقابيه كتير جهاز مركزي للمحاسبات وزاره الماليه طبعا الجهه الاداريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه هيئه الرقابه الاداريه ولم يحدث ابدا في تاريخ النادي الاهلي انه كان في ملاحظه ارتقت الى حد المخالفه يعني طبيعي ان يبقى في ملاحظات زي ما حضرتك بتقول انما هي ملاحظات بسيطه بيتم تلافيها الملاحظات اللي هي العاديه وارد انها تبقى موجوده في اداء في اي عمل لكنها زي ما حضرتك قلت ليست ملاحظات ترقى الى المخالفات صحيح لكن الملاحظات اليوميه ده وارد وعادي ده وارد جدا لكن عمر ما حصل النادي الاهلي تم ضبطه بمخالفه
إدارية جسيمة، مفيش. طيب. فده في حد ذاته أنا بقول إن هو استمرار لفكر موجود جوه النادي وإقرار زي ما حضرتك قلت في التاريخ. يعني هو زي إحنا متفقين إن الكل بيتحدث عن الإدارة في النادي الأهلي اللي هي ورا كل الانتصارات، سيبك من النواحي المالية والإدارية بس، لا الرياضية كمان. فده كله أنا بقول إن هو إقرار بأمر واقع موجود جوه النادي الأهلي. الانتصارات الرياضية ده الحقيقة محل سؤالي لحضرتك. هنروح الكرة بالتأكيد طبعا. دايما الشعبية الشريفة والكبيرة، احنا كنا بنتابع طبعا بفخر طبعا. أداء منتخب كرة اليد، حضرتك شفت مباراة مصر أمام الدنمارك والخسارة يعني في لحظات أخيرة، لكن أنا ما بعتبرهاش خسارة. ده حقيقي. سيادة الرئيس كمان الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على تهنئتهم والإشادة بالروح القتالية اللي أدوا بيها. أنا قعدت برضه يا أستاذ شريف قبل ما ننقل على حاجة تانية، هذه المباراة أنا بقول إن هي مباراة تاريخية، لأن أنت هدف بهدف ند لفريق الدنمارك بطل العالم، يعني انت بتتقدم عليه وهو بيتعادل معاك، لعبت معاهم وقتين اضافيين ورميات جزائية، فانت وصلت المرحلة يعني انت خسرت بفارق ايه، هدف من رمية جزائية او صحيح. هدفين كلام لا يعد في مجال، يعني انا قبل لا اخفيك يعني قبل المباراة دي كان عندنا احساس ان منتخب مصر هيخسر بسهولة. يا سبحان الله. والله صحيح، وكان في كلام ان مصر وسلوفينيا عايزين يهربوا الاثنين من الدنمارك لكن من طريقهم يعني. لكن انا كنت في سؤال اتطرح في ذهني قبل المباراه، لسه كنت بتفق مع الزملاء عليه ان احنا نعمله كتحقيق يعني صحفي، انه متى نفكر في اننا نصعد للدور قبل النهائي بسهوله بدون التوتر ده. صحيح. فالحقيقه المباراه دي اثبتت ان احنا قادرين يعني انا بصراحه شايف انه الروح اللي لعب بيها لعيبه منتخب مصر النهارده لا تعوض. صحيح. فوارق فنيه كبيره، والبطوله اجمالا اضافت لمصر الكثير الحقيقه، واكدت قد ايه مصر طبعًا. بلد كبير وعظيم وقدره في ظل هذه الظروف حتى طبعًا. غير العاديه والاستثنائيه اللي بيمر بيها العالم، هي اصعب ظروف بيمر بيها العالم كله يعني. طيب الاهلي فين من الالعاب يا جماعه؟ شايف حضرتك ازاي اداء فريق السله، كره اليد في النادي الاهلي، الكره الطائره، الكثير من الالعاب الحقيقه، كاراتيه، تنس طاوله، غيرها يعني، اللي النادي الاهلي تقريبا مستحوذ ومسيطر على كل بطولاتها في كل قطاعات. زي ما حضرتك قلت انه النادي الاهلي يعني في مجال مثلا كره القدم الناس كلها عارفه، السنه دي انت معاك الثلاثيه الكبرى. صحيح. دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، تاهلت الى نهائيات كاس العالم للانديه ان شاء الله الاسبوع، في نهايه الاسبوع هيسافر ان شاء الله نلعب سوبر افريقي يعني انت عندك في مجال كره القدم حدث ولا حرج. عندك في الالعاب الجماعيه الاخرى هنجيب من احدث الاخبار، انت واخد سوبر سله السيدات. سوبر سله الرجال انت خسرت برضو فارق نقطة يعني ما مش فارق كبير يعني كان وارد جدا امام فريق كبير زي فريق الاتحاد السكندري ان انت تكسب البطولة. الفكرة في الالعاب الاخرى نفس الشيء، الاهلي دائما يشارك في كل اللعبات سواء كانت الجماعية او الفردية على اساس انهم ياخدوا البطولة، ما عندوش خيار اخر او اختيار اخر يعني. والحقيقه انه ربما كتير من الجمهور ما يعرفش الكلام ده يا استاذ جمال، انه مجلس الكابتن محمود الخطيب ابرم عدد من الصفقات في الالعاب الجماعيه، هي الاكبر والاغلى عبر تاريخ النادي. بالظبط. يعني ما فيش بس تركيز على كره القدم باعتبارها صاحبه الشعبيه الاكبر يعني، ولكن باعتبار ان الكابتن محمود الخطيب اصلا لاعب كره قدم او نجم في كره القدم. لا هو بيحس برضو الرياضي، هو بيحس مجلس الاداره بصراحه كمجموعه عمل، لا في اهتمام بكل اللعبات، وده انا بقول انه بيرسخ انه النادي الاهلي منظومه رياضيه ناجحه 100%، وممكن جدا ما توفقش مره، لكن على طول انا دايما ليا وجهه نظر انه النادي الاهلي حتى لما بيخسر مباراه صعب قوي المباراه اللي بعدها ان هو يخسر، يعني بيبقى عنده نوع من انواع الحد الادنى. صحيح. من التراجع يعني ما عندوش حته ان هو التراجع لا يمكن يصل ابدا الى حد الانهيار. لا يصل الى انهيار ابدا في النادي الاهلي. طب
هل تعتقد انه برضو المزاج العام للمصريين اتغير والجمهور النادي الاهلي بشكل عام فكره متابعه كل الالعاب الرياضيه؟ الواحد بيشوف الحقيقه بجات الجماهير تعليقاتهم على السوشيال ميديا باعتبارها بقت المنصه المهمه والاكثر تداولا للناس بيعبروا عن طبعا السوشيال ميديا يعني عارف تقدر تقول انها مرايه وبتشوف مباشره يعني بقت اكتر من المسرح. انت كنت دايما تقول ايه المسرح ابو الفنون لان الفنان بيطلع على المسرح، لا ده انت النهارده في السوشيال ميديا ادخل على الفيسبوك او تويتر او اي وسيله من وسائل التواصل مباشره هتلاقي ردود الافعال. بس انا عايز اقول برضو ان تبقى رغم ان انا واحد من الناس اللي بيطالبوا بتوزيع جزء من الاهتمام على اللعبات الاخرى الا ان كره القدم دي عجيبه، تبقى فعلا الساحره المستديره زي ما بنقول لعبه يعني شعبيه العالم كله يقف على قدم. لكن هل شاهدنا قطيعه من الجمهور لمشاهده مباريات كره اليد؟ ابدا. كره اليد على فكره مش انا اؤكد لحضرتك انه لو كان لولا ظروف كورونا وسمح للجمهور بالحضور لكان المصريين اذهلوا العالم الحقيقه. طب انا هقول لحضرتك دوره الالعاب الافريقيه 91 اللي اقيمت في مصر، دوره الالعاب الالعاب الافريقيه كانت اولمبيه اللي هي كانت انا شخصيا قبلها كنا طبعا ده من سنين طويله، لكن انا قبلها كنا متخوفين ان الجمهور ما يحضرش الماتشات. سبحان الله لو المنافسات المختلفه عارف جميع اللعبات يا استاذ شريف حضور طاغي. يعني عايز اقول انه الجمهور المصري او الشعب المصري بيحب جدا الرياضه بشكل عام وتختلف الدرجات، بس عايز اقول ان كره الالعاب اللي بتتفوق هي اللي بتجذب الاهتمام. بمعنى الاسكواش مثلا لما تالق وبقى عالمي صحيح وعندنا لاعب الناس دلوقتي بتحب تتفرج، لما لاعيبه التنس ماير شريف تنس الطاوله مثلا يعني في ناس بتاخدك على طول الى هذا الاتجاه. أيوة. هنا بيبقى دور وكره اليد هنا بيبقى دور اللعبه او الرياضي نفسه اللي هو يجذب. ما هو انت بتنافس كره قدم، عشان تنافس كره القدم وتنجح في المنافسه لابد ان انت تعمل حاجه تشد بيها الانتباه. كره اليد من 2001 انت وصلت للمربع الذهبي في بطوله العالم. قبل كده في التسعينات جيل الشباب اللي هو كان بتاع اللي هي كابتن جمال عبد الوارث وخالد العوضي اللي كان بيدربهم كابتن جمال شمس. كابتن جمال شمس دول اذهلوا العالم بطوله برضو. العالم للشباب صحيح، واخد بال حضرتك؟ فده الحاجات دي كلها هي اللي بتصنع برضو لازم نعترف تساهم في صنع الشعبيه. يعني مش هنقول هي لوحدها، لانه كره القدم زي ما قلنا خليها في مكان كده لوحدها هي خارج المنافسه خارج المنافسه، لانه الناس كلها بتعرف تتعامل تفهم قوانينها واتربت على كره القدم، بيلعبوا في الشوارع كله مثلا حاجة. ما ان الشوارع دلوقتي ما بقاش فيه لعب بس عندنا ملاعب كتير الحقيقه عندنا ملاعب عندنا ملاعب الحقيقه، وبرده الدوله بذلت في السنوات الاخيره ملاعب طورت مراكز الشباب والخماسيات دي في كل مكان، مراكز الشباب ملاعب القوات المسلحه اللي هي برضو النهارده تعتبر شايله جزء كبير صحيح. من البنيه الاساسيه للرياضه المصريه طبعا. فانا بقول انه من يريد ان يتفوق هيجد من يشجعه، يعني اللي يتفوق اللي يثبت جداره هو اللي هيشد الناس. النهارده بقول لك والله العظيم يا استاذ شريف كل الناس انا بعتقد يعني كانت متابعه مباراه كره اليد النهارده صحيح لحظه بلحظه صحيح ليه بقى؟ يعني الناس عايشه حتى الانفاس الحقيقه بالظبط. طيب خليني اروح لملف كره القدم، ما نقدرش ما نتكلمش. شايف الاستقرار والنجاح في ملف كره القدم في العامين الاخيرين في النادي الاهلي ايه اسبابه من وجهه نظرك يا استاذ جمال؟ اسبابه اختيارات طبعا، يعني اولا النادي الاهلي لا يتاثر يا استاذ شريف برحيل لاعب او اثنين او ثلاثه اطلاقا. ده اللي اثبتته التجارب خلال هذين العامين او في الفتره الاخيره، لانه النادي الاهلي زي ما قلنا انا بحب دايما اقول جمله اللاعب اللي بيخرج من النادي الاهلي خرج من التاريخ خرج فعلا، عارف زي مش عايز اكون مبالغ بس لا عارف القطر كده ده خرج عن القضبان. ليه بقى؟ هو الخسران، لانه في النهايه التجارب واضحه، الاهلي يصنع الاهلي يصنع ولا يصنع بجد، يعني يصنع اللاعبين يصنع تاريخ
يعني النهارده اي لاعب بي بي بيخش جوه القافله الحمراء دي بيعمل ايه؟ بيبتدي يتحسب له كل جون بيجيبه. في لعيبه انا بعذرهم يعني في انديه اخرى يعني المفروض انديه كبيره ايضا، لكن ليس عليهم يعني ما بيدخلوش التاريخ. بالظبط بالظبط يعني تاريخ كره القدم المصريه هتلاقيه مرتبط بوجود هؤلاء اللاعبين. لما بيخرجوا لا بيبقى يعني انا ببقى مشفق عليهم لانهم بيخرجوا من الطريق الصح. انا تقديري وارجو ان اكون مغالي يعني خروج اي شخص من منظومه الاهلي مش بس عيب فهو معناه خروج من التاريخ. بالظبط مش غرور الحقيقه ولا بثلبه لا احنا بنتكلم عن منظومه وعن تاريخ وعن جماهيريه عظيمه جدا يعني من المحيط الى الخليج. عن فكره البراند يعني حتى اخواننا في مجال التسويق والاداره التسويقيه والتجاريه وما الى ذلك يقول لك لا الاهلي براند يعني عظيم. في ادله طبعا. كلام حضرتك ما هواش كلام نظري يعني الكلام بتاع حضرتك جاي من ادله في حقوق وفي رعايه تجارب. وفي عقود وفي بث بالظبط كده وفي ارقام وفي احصائيات في حاجات بتؤكد هذا الكلام. ولذلك احنا بنقول انه منظومه كره القدم السنه دي الحمد لله انه انا بقول ان ده مش ختام لانه النادي الاهلي كسب 3 بطولات وهو شوف الناس كانت منتظره 9 صحيح بعد ما كسبوا 9 لا كله تفتفروا في 10 مين اللي قال ده موسيماني الراجل بيقول انا ما لحقتش اخد 9 والناس بتقول لي 10 ليه؟ لانه انت عندك حدود للفرحه انت كسبت خلاص اللي بعده فدي حاجة. كان في تعبير لكابتن سعد حفيظ مدير الكوره قال لك ايه؟ جمهور الاهلي كل الناس عندها كرة مكسب وخساره، جمهور الاهلي عنده الكوره مكسب وفوز. بالظبط هو مكسب وفوز يعني ليه؟ لانه ما انا بقول لك انت حتى الجمهور نفسه يعني مثلا اثناء مباراه بيراميدز في صديق ليا يعني هو بيعمل بعيد عن الاعلام بس طول اثناء المباراه بيكتب كل دقيقتين انطباعاته والله العظيم عن الاحداث المباراه فلو كره واحده ضاعت تبص لي راح كاتب حرام عليك يا قفشه حرام عليك يا مش عارف ايه واخد بالك. فعايز اقول ان الناس متعايشه مع النادي الاهلي في مبارياته لحظه بلحظه صحيح. شوف تعليقاته بقى لما المباراه تنتهي بالنتيجه اللي هو عايزها العكس برضه هنا مساله التعادل والخساره لا التعادل زي الخساره عند الاهلي لا يعني بس في اسباب يعني انا بقول في الماتشين الاخيرين لا في اسباب طبعا اسباب فنيه لا في اسباب تحكيميه واضحه واتكلمنا فيها يعني الاهلي ارسل خطاب الحقيقه بيتكلم عن 3 وقائع مهمه ده اولا الاهلي لم يهدد بانه مش هيلعب لا مش الاهلي ولا سياسته يعني ولا سياسته الاهلي هيلعب وكل حاجه بس هو بيدي جرس انذار لصالح المنظومه لصالح منظومه المسابقه اللعبه طبعا. الاهلي مش محتاج ان هو يكسب ماتش ولا البطوله ما زالت مستمره. انت حضرتك فاكر يا استاذ جمال ان النادي الاهلي كان يعني بيقود فكره الاستعانه بالفار وكان بالظبط كابتن محمود خطيب الحقيقه يعني له صولات واجرات في هذا الموضوع لما النظام اتطبق الحقيقه برضه انت مش قادر تصل الى حد العداله. طب فين الخلل يعني؟ ما هو السبب احنا شفنا المباراه الاخيره مع بيراميدز لا في فعلا ضرب جزاء واضحه وضوح الشمس وفي هدف صحيح مليون في المية هدف صحيح مليون في المية فانت عايز مني يعني برضه انا سمعت برضه الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيتكلم طب اقول ايه؟ يعني احنا لسه بنتكلم في اللي قبله ايمن اشرف والجون اللي اتلغى برضه والكلام ده يعني يا جماعه برضه لازم طب الكابتن جهاد جريشه ليه ما استخدمش الفار؟ ما انت لا طب وهو وليه الفار ما استدعوهوش يا كابتن؟ ما هو لا الفار ممكن يكون يتكلم معاه هو ما راحش هو لازم يطلب والفار لازم يستدعيه لما بيبقى في حاله زي كده بس هي الجول بتاع بواليا محتاج اصلا فار او محتاج حد يستدعيه؟ لا ده كوره ما فيش فيها اي حاجه لانه فكره الحصانه داخل السكس ياردة دي اتلغت من زمان في الكوره هو ما عملش حاجه ما فيش تماس خالص ما فيش تلامس خالص يعني عارف لما شريف اكرامي حتى بيقع التاني بيقع في اتجاه تاني صحيح ومركز على الكوره يعني ما هوش ما فيش تلامس ما بقول يعني لا في تلامس ولا في تعمد ايذاء ولا في اي شيء
بلاش كده، انت شكيت في اللعبه. طب لعيبه النادي الاهلي ما بيروحوش يطلبوا من الحكم اللجوء للفار، مش كده؟ احنا دايما بنعيب على بعض لعيبه الفرق الاخرى انهم بيجروا على الحكم يقولوا له روح شوف الفار، ده بيحصل. لعيبه الاهلي ما بتعملش كده. انت كمان كحكم المفروض تستخدم وسيله المساعده دي، دي وسيله مساعده كبيره جدا، تخلي اسمك كحكم وشكلك قدام الناس، تحافظ على اسمه طبعا، تحافظ على اسمك وتحافظ على شكلك. فاللي حصل في هذه المباراه لا شيء صعب. يعني احنا لا نملك الا ان احنا ننتظر ونشوف رد. انا بتكلم معلش يعني يا يعني شيف، كل حد حريص على انتظام هذه المسابقه والوصول بكره القدم المصريه فعلا الى المستوى اللائق، هذا عنصر مهم جدا ومؤثر، عنصر التحكيم، ولا بد انه يرتقي الى 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 حجم المسابقه. للاسف الشديد لو قبل الفار اقول لك ماشي، يعني لو قبل تطبيق الفار هقول ما شافش، ما خدش باله، ده الحكم بياخد قراره في ثانيه، انما هو عنده وسيله اتحال قانون. طيب انا كراجل، انا مش بتكلم بصفه رسميه، انا بتكلم بصفتي النقديه او كناقد رياضي، ده حقك واحنا فانا بقول انه احنا ما بنهاجمش حد ولا لا، احنا بنقول ما قاله الحكام الكبار في استوديوهات التحليل التحكيمي. صحيح، يعني كل اجمع على اللي حضرتك قلته طبعا، انه الهدف هو ضربه الجزاء بالظبط. يعني انا راجعت كلام المحللين، يعني دي كانت وجهه نظري بس تاكدت عندي اكتر مع الاعادات والتحليل. صحيح. والكلام ده كله يعني. طيب هل تعتقد انه واحد من اسباب الاستقرار وهذه الحاله اللي بيعيشها قطاع كره القدم في النادي الاهلي، من بين اسبابها ايضا حرص الاداره ولجنه التخطيط على التجديد وتمديد عقود اللاعبين علشان يعيشوا في جو واعاده المعارين، بعض المعارين، دول ملفين مهمين، المعارين والتمديد للاعبين، والتمديد طبعا. يعني احنا بنتكلم عن ديانج فتحي 5 سنوات، ده بيوفر اولا الاستقرار جوه اللاعب. النهارده اللاعب لما بيبقى عارف ان هو بيجدد عقده ومستقر وهو مطمئن لمستقبله، يعني انا بعتقد مثلا حد زي علي معلول تجربته مع النادي الاهلي، انا مش بتكلم بلسانه بس انا بس دي تعبيراته الحقيقه وتصريحاته، دي تعبيراته وتصريحاته، يعني اسعد ايامه ان هو بيعيش اسعد ايامه لانه شايف ان في منظومه بتراعي مصالح اللاعبين، فاللعيبه نفسهم بيبقوا عايزين يطلعوا اقصى طاقه. صحيح. اما ملف برضه اللي تبنته اللجنه التخطيط بقياده او فيها كابتن محسن صالح، مهم جدا قرار عوده المعارين، لان منهم كذا واحد النهارده اساسيين. انت عندك احمد رمضان بيكم صلاح محسن، صلاح محسن و ناصر ماهر قبل محمد شريف الاصابه، محمد شريف طبعا فمساله عوده اللعيبه دول زي ما بيقولوا بعد ما احمد توفيق بالمناسبه بالظبط اكرم توفيق بعد ما نضجوا وعملوا تجارب كويسه في الانديه اللي كانوا معارين ليها، لا رجوعهم انا في اعتقادي افيد بكتير. بيتوا عندي صفقات جديده اصلا بالظبط، بالعكس انت سبتهم شويه عشان ياخدوا فرصه اللعب. وبرضه خلي بالك اللعيبه، وده فكر جيد بالمناسبه، خلي بالك اللعيبه يا استاذ شريف اللي بتخرج اعارات من النادي الاهلي بيبقى ده اللي انا بلاحظه، هدفه ان يتالق ليعود ليعود. صحيح، فده تحدي او حافز كويس قوي يعني. طيب حد سؤال لسه عن كاس العالم للانديه؟ اتفضل. ومشاركه الاهلي المره السادسه، وده انجاز تاريخي كبير طبعا. لكن بعد الفاصل خلوني اعود للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. Come on!
تاني. جماهير الجاليه الاسبانيه اللي موجوده في مصر جايه بتحيي المدرب روبرتو جارسيا باروندو مدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري، وجايين بيحيوا المنتخب الوطني المصري. شايفين حضراتكم الاعلام المصريه مع الجاليه الاسبانيه في مصر. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لمصر، الرجالة دي واللعيبة دي والفريق دوت شرف مصر أمام بطل العالم. ألف مبروك لمصر، أدوا اللي عليهم لعيبة رجالة، أدوا اللي عليهم، استحقوا تقدير. موقف مشرف الحقيقة، وبيبرهن على عظمة هذا الشعب، يعني الشعب المصري العظيم وجمهور الرياضة بشكل عام. شوفوا حضراتكم استقبل فريق كرة اليد خلال عودته أو بعد عودته إلى فندق الإقامة، وبعد خسارته من الدنمارك وخروجه من البطولة. ليه؟ لأنه هو مقدر حجم العطاء وبذل الجهد والعرق اللي تم على أرض الصالة المغطاة. يعني الحقيقة دايما المصريين بيدهشونا بتصرفاتهم وتقديرهم. استاذ جمال، يعني عندك تعليق عن هذا الموقف؟ طبعا، يعني هو منظر جميل ومفرح الحقيقة، ويدل على ان فعلا زي ما قلت لحضرتك الشعب المصري بيشعر قيمه العطاء والجهد، سواء تحققت النتيجه او لم تتحقق. مش المهم ان انت اديت ما عليك، يعني انت بتلعب امام بطل العالم، ورغم هذا عمره هو ما كان ليدنج عليك طول، ومش مكتسح. صحيح، بالعكس انت اللي كنت بتتقدم، هو بيتعادل، يعني انت بتلعبه ند لند، فده شيء جميل جدا. وانا بقول ان هم يستحقوا فعلا التهنئه من سياده الرئيس، سواء النهارده او بعد وصولهم لدور الثمانيه، يعني من كام يوم. صحيح، لانه الشعب المصري بطبيعته معنوي يا استاذ شريف. صحيح، يعني كلمه التقدير بتخليه في حاله تانيه خالص. صحيح، وعشان كده كانوا عايزين النهارده يحققوا حاجه. يعني انا بيتهيالي ان هم اذهلوا المدير الفني نفسه. طبعا المدير الفني لازم نشيد بان تعليماته، فكرنا بتيدمن الالماني بقى لا، وتوجيهاته بجد، يعني هو راجل كان بيدير المباراه بشكل كويس قوي. صحيح، وتعليماته كانت واضحه في تحركات اللعيبه اثناء الماتش، يعني فنيا عليه. طيب انا كنت سالت حضرتك قبل الفاصل وقبل هذا الفيديو عن مشاركة الأهلي للمرة السادسة في تاريخه في كأس أندية العالم إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. السفر البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب تمام إلى الدوحة. كل اللاعبين هيكونوا موجودين. أولا يعني حضرتك كلمني عن هذا الكرنفال المهم وفكرة تواجد النادي الأهلي للمرة السادسة في هذه البطولة. طبعا إنجاز غير مسبوق. كل يعني احنا بنقول هنا النادي الأهلي هو أكثر أندية القارة الأفريقية مشاركة في هذا التجمع العالمي. وبرضو نقول أنه يمكن أفضل نتيجة له في المشاركة الثانية حقق الميدالية البرونزية. صحيح، إن شاء الله. رائع وحاجة كانت شرفية. وكانت حاجة مشرفة جدا. وعموما مجرد يعني أنا بعتبرها، طبعا بنتمنى النادي الأهلي يحقق نتائج كويسة خصوصا في لقائه الأول امام الدحيل القطري. الدحيل ده على فكره كان اسمه الفوز، يعني الفوز ان شاء الله في اللقاء الاول يصل بيه الى 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 سيمي فاينال. بالظبط، هلعب مع بايرن ميونخ. بالظبط، اقدر اقدم مباراه كويسه، الفوز فيها وارد بنفس وارد فرص الهزيمه. ولا قدر الله في أسوأ النتائج هتلعب ثالث ورابع، فتقدر تحقق تاريخ. تقدر تحقق تاريخ. ما انا عشان كده بقول لك برضو انه شيء جميل قوي ان حد يجتهد، فربنا يديله فرص ان هو يحقق انجازات اكتر. يعني مجرد ان انت اجتهدت في الدوري العام، في الكاس، بعد كده في دوري ابطال افريقيا، يوصلك لحاجه اخرى، كاس العالم للانديه، وعندك بعد كده سوبر محلي، سوبر افريقي. انت ما كنتش هتوصل لده كله لو لعيبتك متخاذله، لو اداره النادي مش بتخطط صح. ولذلك انا بقول ان هي فرصه رائعه
لزيادة القيمة التسويقية للنادي الأهلي. صحيح. أنت لما تشارك النهاردة للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية، دي مسيرة تاريخية بالظبط. ما هو ده تراكم اللي احنا بنقول عليه، بنسميه احنا السيرة الذاتية بتاعت الفرد برضو بتاعت المؤسسة. هي يعني دي تاريخك يعني اللي عملته، هي دي السيرة الذاتية للمؤسسة دي اللي هي بتتبني مع تواصل الأجيال على طول. كل جيل بيجي بيعمل حاجة وبيسلم المؤسسة دي لجيل آخر بنفس حجم الانتصارات. صحيح. فهو بيلاقوا وبيكون الحقيقه يعني. كل حد بيجي، ودي كلمه الكابتن محمود الخطيب يعني كان دايما يقول لي يعني. احنا كرؤساء انديه بنيجي نبني بالظبط كل حد بيكمل حد يعني. مفيش ابدا في نوع من المنافسه يعني، لا لا لا، بس لا. هو بيكون في المنافسه المحموده انه كل مجلس اداره او رئيس نادي عاوز يحقق اكتر، عاوز يعني ان لم يتفوق على ما سبقه فعلى الاقل يحافظ على نفس المستوى. ده في حد ذاته شيء جميل، لان انت هنا بتقول على ثقافه اخرى اللي هي ثقافه تواصل الاجيال، وان مفيش جيل بيجي اداري مجلس اداره مثلا او رئيس نادي ما بيجيش يكسر في اللي قبله. يعني في برضه نقدر نقول هنا حاله من السلام الاجتماعي جوه اداره النادي الاهلي. صحيح. مفيش حد بيجي يقول اللي قبلي ما عملوش، لا ده انا اكتر واحد عملت. طيب في النادي الاهلي ما انا بقول لحضرتك، ما هو ده في حد ذاته دايما بيشكر المجلس اللي قبله طبعا ورئيسه وعلى ما خلي بالك هو بيبني على نجاحاته. لا وهي جت فتره كان كابتن صالح، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، والمهندس محمود طاهر، الاربعه كانوا في مجلس واحد صحيح، وكان موجود قبل كده كمان، وحتى المهندس ابراهيم المعلم اللي تنافس في مره على رئاسه المجلس كان امين. اذا هي العمليه منافسه بين الاسره، اللي بيكسب الكل بيقف جنبه. يعني انا بشوف مثلا كابتن حسن بيبقى في المناسبات المختلفه بيبقى مؤيد. صحيح. بلاش كده، الدكتور حسن مصطفى اللي هو يعني نزل انتخابات مره واحده امام الكابتن صالح سليم، ويمكن انا قريب قابلته قال انا نزلت مش عشان انا عايز اخد منه، لا ده كان لها قصه كده. المهم ان هو صمم ان هو ينزل، بس هو من جواه بيحمله كل احترام وتقدير. فبالتالي عايز اقول لك انه مفيش اللي هي المنافسه، بس مش معنى نفسك في الانتخابات اني بحمل لك ضغينه يعني، لا في بالعكس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني. لكن في النهايه بتبقى قيم الاهلي ومنظومته بتجمعهم مع يعني الواحد لما بيشوف الكابتن حسن مصطفى مع كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب دلوقتي مثلا بيبقى سعيد جدا بهذه الرموز يعني. في النهايه هو زي ما حضرتك قلت فليتنافس المتنافسون، وفي النهايه اللي يكسب احنا معاه. طب ما ده شيء طبيعي، وانا بقول ان هو ده القيمه برضو الكبرى اللي موجوده. انجازات بقى المجلس الحالي لابد انها يعني بعد كده الناس هتتكلم عليها، خلينا هتبقى اضافه لانجازات خارج الصندوق شويه يعني. اتفضل براحتك. البعض بيقول انه يعني ما يحدث من نجاحات على كل المستويات في جانب قدري يعني، بالإضافة إلى تميز محمود الخطيب كإداري، وده راجل عنده تجارب تسويقية وشغل حتى بعيدا عن النادي الأهلي، وبعدين تشرب الإدارة بقى مع صالح سليم وحسن حمدي طبعا مع حفظ الألقاب يعني. تمام. هل صحيح الموضوع فيه جزء له علاقة بنقاء سريرة محمود الخطيب وتفانيه؟ هو في حاجة يعني دايما نتكلم انا والزملاء انه مفيش حد بيدي وقت للنادي ويهتم بالتفاصيل ويساعد. في حاجة في الحياة ما فيهاش قدر. بس لا القدر، لا انا اقول سلامة النية، سلامة القصد يعني. لا ما هو سلامة مع كل الجهد اللي بيبذل في كمان نقاء يعني. تخيل الموسم اللي فات ده كم الضغوط وكم الحروب اللي تعرض ليها المجلس والكابتن محمود الخطيب، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم كمجلس إدارة، كم من الحروب غريب. وكأن بقى القدر الحمد لله يعني قال لا الناس دول تعبوا واشتغلوا، وبرضو أنت ما بتردش أنت ما بتردش. لكن في النهاية هو القدر لازم نقول إيه، لكل مجتهد نصيب. صحيح. ولكل مجتهد يعني مش هقعد يعني مش هقعد كده، لا 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 مش هشتغل وبعدين اقول ايه ربنا يكرمك. لا لا فيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت بتشتغل عقلها وتوكل، مالوش سيبها. لا انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك كويس قوي وبتسد ودانك امام
المؤثرات المؤثرات والضغائن والاحقاد والكلام ده، وبعد كده الامور ربنا بيسهلها لك. صحيح. ما انا عشان كده بقول لحضرتك، انت لما بتاخد بطوله، البطوله دي بيترتب عليها بطولتين، والبطوله الثانيه بيترتب عليها بطولتين. صحيح. انت ما هو ده كله برضو تراكم نجاحات وخبرات. بالظبط. صحيح. بالظبط. ولولا انه في رؤيه واداره ما يتحقق. ده تحقق. الموضوع ملوش علاقه بالصدفه ابدا. مفيش حاجه اسمها صدفه. طيب عشان قبل ما اروح لحرص كابتن محمود خطيب ومجلس الاداره على انشاء مجموعه من الشركات في المقدمه منهم شركه كره القدم، حضرتك شايف بطوله كاس انديه العالم ازاي؟ مستوى الفرق المشاركه والاهلي واصطدامه ان شاء الله، يعني احنا مش عايزين نستبق الاحداث، نتمنى يعني نتمنى الفوز في المباراه الاولى ثم لقاء بايرن ميونخ. يعني هقول لحضرتك، انا بنظر لبطوله العالم كاس العالم للانديه ان انت مش بس رايح تكسب، يعني انت مش بس رايح تكسب البطوله، لا، انت مجرد ان انت هتقابل بايرن ميونخ هذا الفريق العملاق في سيمي فاينل. ده كمان احتكاك رائع. انت عشان تعمل هذا اللقاء في الايام العاديه هتدفع له فلوس، فهي فرصه وقد لا يتم. يعني فكره استجلاب نادي كبير الى مصر الموضوع مش سهل. انا بعتبرها نوع من انواع التكريم للنادي وللعيبه. الجيل ده لازم يدرك هذا. وبعدين على فكره ممكن يلعبوا مباراه ان شاء الله تبقى مباراه كويسه، مش يعني طبعا من حقك قلنا الفوز والخساره ده يعني، لا انت من حقك تبقى طموح للفوز، مفيش اي مشكله، بس اذا لم تفز ايه اللي الدنيا يعني مش هتنتهي. هفوز في المباراه اللي بعدها مثلا، هتلعب مباراه اخرى وهتاخد مركز برضو ثالث ان شاء الله. فهي الفكره كلها انت كيف تنظر، ازاي انت شايف بطوله كاس العالم للانديه، ونتعامل مع كل مباراه على حده وطبقا لظروفها ومناسباتها. انت دلوقتي تركيزك كله على الدحيل القطري، صح، اللي هو ان شاء الله يكون، وهي فرقه كويسه بالمناسبه، هي فرقه كويسه طبعا، وعايز تركيز من النادي الاهلي وتوفيق من الجهاز الفني. هي دي الفرقه اللي كان اسمها لخويا، واخد بالك، دي كانت موجوده وبتاخد. طب بيقولوا النادي عمره مش كبير قوي، بتقاس 2009 تقريبا. ايوه، ما هو حاجه حديثه جدا يعني، لكن في النهايه هم قدروا يدعموا الفريق ده بلعيبه على مستوى عالي، وبالتالي هو منافس برضو، تقدر تقول انه انت هتستفيد من مواجهته كمنافسه كرويه، بطل افريقيا مع بطل اسيا، ده شيء في حد ذاته. ان شاء الله نكسب باذن الله، مع كل الاحترام طبعا للفريق القطري، انما ده طموح مشروع، ده رياضه، ده طموحنا، انا بنلعب على الفوز بس. بالظبط، احنا بنلعب على الفوز، فان شاء الله باذن الله يكسبوا، ويكون لكل مقام مقال. قبل مباراه بايرن ميونخ بقى يبقى في كلام تاني، وبرضه حتى لو حصل ايه، المباراه مهمه وجميله، المباراه لها ظروفها ولها معطياتها بالظبط، ودي ظروف صعبه جدا ان احنا بنعيش فيها، فبالتالي برضه يبقى عندنا طموح ان احنا نكسب، وممكن الظروف دي تكون عامل مساعد ليك. صحيح صحيح، ماشي، لكن في الاخر انا مش ببص لها على ان هي منافسه حياه او موت ابدا، انا بقول ان مجرد وصولك الى كاس العالم للانديه، انك تلعب مباراه واثنين وثلاثه، ده شيء في حد ذاته. طيب، جميل يعني. انا فيما تبقى من اقل من 3 دقائق استاذ جمال، عايز اخد راي حضرتك في حرص النادي الاهلي ومجلس ادارته على انشاء شركه الكره. الحقيقه ان الكابتن محمود الخطيب كان اشتغل على دراسه مهمه قوي، قعد 6 شهور شغال فيها، تمام، عرضها على المجلس في شهر 9 وقعد يشتغل عليها لمده 3 شهور. نعم. ثم بدا الشهر الماضي الحقيقه بعد اعاده الدراسه فكره المضي قدما في الاجراءات التاسيسيه. طبعا برايك ده يضيف ايه للنادي الاهلي ولمنظومه الرياضه؟ لا، مهم جدا انه النادي الاهلي يبقى عنده توجه لعمل شركات، واخد بالك، انت كده بتبقى منظومة متكاملة. نعم. انت مش مجرد نادي بيلعب كورة او نادي بيلعب كورة طايرة او سلة، لا، انت منظومة عمل متكاملة، مؤسسة نقدر نقول مؤسسة رياضية. صحيح. فانا بعتقد ان هذا التوجه توجه رائع جدا من مجلس الادارة ومن الكابتن محمود الخطيب، وبيخلي الاهلي برضو في مكان اعلى في المكان. يعني النهارده الاهلي هو الرائد، هو القاطره يعني. النهارده الاهلي لو هيتعمل شركات كره قدم، الاهلي جاهز. صحيح، عنده الرؤيه وعنده جاهزة المشروع، وعنده الرؤيه والمشروع جاهز
لإعلانه فورا من غير تأخير يعني. فأنا بحييهم طبعا جدا وبنتمنى لهم. وده التوجه العالمي بقى وفصل الإدارة عن الكورة بالظبط. لا لا ده مهم جدا ان انت اصل لو ما لو مش هي كمان بقت صناعة مهمة جدا. لو مش الأهلي لا يعملها يا أستاذ شريف. مين هيعملها؟ تأكيد. معلش يعني النهاردة النادي الأهلي مش من النهاردة، من سنتين ثلاثة هو البوصلة، هو القطرة، هو الريادة. وعلى فكرة احنا والله ده مش بنقوله إهانة لأي نادي آخر أو أي أندية أخرى، لكن احنا بنقر بالأمر الواقع وبندعو كل الأندية تحزو حزو النادي، تحزو حزو النادي الأهلي. شكر جزيل وموصول لصديقي ربنا العزيز أو الأعز الحقيقة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ. أنا كنت سعيد والله بوجودي معاك النهاردة ودايما أنا تشرفت بحضرتك. شكرا. وأنا كمان الحقيقة كنت سعيد جدا بهذه الإطلالة عبر شاشة قناة الأهلي اللي بشكر زملائي فيها الحقيقة لحرصهم الحقيقة على أن يكون موجود كمقدم برامج في القناة بما لا يتعارض يعني مع العمل الآخر. فإن شاء الله أسعد دايما بصحبة حضراتكم أسبوعيا من خلال هذا البرنامج. فالشكر جزيل وموصول لحضراتكم، تصبحوا على خير، بكرة حلقة جديدة إن شاء الله.